والله واقف بالعافيه. مش هقدر اتعلم دي هنعمل ايه بلس لا هو مش هقدر عندنا حاجتين في البلد ده اسمهم مهمين جدا ده اسمهم مهمين حاجه اسمها انيميا وحاجه اسمها لوكيميا دول اهم حاجتين في البلد المفروض ان البون مارو ربنا خلينا البون مارو بتاعنا ايمان بلد تاني ربنا خلينا البون مارو بتاعنا بيصنع كذا حاجه بيصنع هارد ديسيز وبيصنع وايت ديسيز وبيصنع بليت المفروض البومر بيصنع كل حاجه كل اليمنت منهم بالكميه اللي احنا عاوزينها لو الار بي سي مثلا زادت عن حدها يعمل حاجه اسمها بوليسايسيميا ناخدها ولو قلت الار بي سي يعمل حاجه اسمها انيميا طب والوايت بي سي لو قلت يبقى عندي ليوكوبينيا ولو زادت يحصل ايه لو زادت يحصل حاجه اسمها ليوكيميا والبليت لو قلت ثرومبوسايتوبينيا وبليدنج وبيربا ولو زادت يحصل حاجه اسمها ثرومبوسايتوسيس يهمنا اهم حاجه فيهم الوايت بي سي انا قلت الوايت بي سي لو زادت عندها اسمها وايت بي سي او ليمفوسايت لو زادت الليمفوسايت دم زياده عاليه جدا سميناها لوكيميا ما هيميا يعني دم وليمو يعني ليمفوسايت ايه اللي بيحصل في اللوكيميا انا قلت المفروض البون مارو بتاعنا بيصنع الثلاث حاجات بكميات متساويه عندنا ثلاث خطوط خط بيصنع ار بي سي وخط بيصنع وايت بي سي وخط بيصنع بليت يعني وان سيل بيصنع ار بي سي وان سيل بيصنع بليت وان سيل بيصنع وايت بي سي ايه اللي بيحصل اللي عنده لوكيميا يعني ايه؟ يعني البون مارو تقريبا بقى بيصنع فقط وايت بي سيز وصنعها وهي خلايا اما تيور فالبون مارو حصل فيه مالجنت بروليفريشن عمال يصنع وايت بي سيز لسه صغيره لسه اما تيور فلما يتملي وايت بي سيز اما تيور الخلايا الماتيور حجمها صغير الخلايا الاما تيور يبقى حجمها كبير جدا فلما يصنع خلايا اما تيور بالملايين تملى البون مارو بسرعه جدا فلما يتملي خلايا اما تيور من الوايت بي سيز اللي اسمها بلاست سيلز لما يتملي بالشكل ده البون مارو بطيخ اسمه بلاست سيلز يحصل كونفرجن تضغط على الخط اللي بيصنع ار بي سيز وتضغط على الخط اللي بيصنع بليتد فساعتها تقل الار بي سيز يحصل انيميا وتقل البليتد يحصل ليوكوبينيا وريكورنت انفكشن وتزيد الوايت بيز بس خلايا نورمال ولا خلايا اماتيور اماتيور كانها مش موجوده فيحصل له ريكورنت انفكشن فشكلا اللي عنده زي الابلاستيك انيميا شكلا من عنده انيميا وعنده بليدنج وثرومبوسايتوبينيا وعنده انفكشن شكلا هو شكل الابلاستيك انيميا شكلا وليس عددا ان في العدد هو عنده زياده في مين؟ لكن الابلاستيك عنده كل حاجه واقعه فلما البون مارو حصل فيه مالجنت بروليفريشن وعمال يصنع اما تو وايت بي سيز اللي هي بنسميها بلاست سيلز تتكون الاول في البون مارو وبعد كده تنزل تمشي في الدم تسيركوليت كده في البريفرال سيركوليشن وبعد شويه تبدا تهاجم التشو في انفيد الاورجان زي الليفر والسبليت يبقى كلمه لوكيميا عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنت بروليفريشن اوف اما تو وايت بي سيز اللي هي بلاست سيلز تحصل فين؟ برايمري ان ذا بون مارو ده البرايمري سايت اوف مالجنسي زين سيركوليت في البريفرال سيركوليشن اند انفيد اذر تشو حد فاهم حاجه؟ انا عندي خلايا بيقول في المكان ده دوله عاوزه تحارب سلحت نفسها الاول جواها وبعدين لفت حوالين الدول وبدات تضرب في الدول اللي حواليها يبقى كلمه لوكيميا عباره عن مالجنت بروليفريشن اوف اما تو وايت بي سيز برايمري ان ذا بون مارو زين سيركوليت في البريفرال بلاد اند انفيلتريت اذر تشو يعني ايه لوكيميا عباره عن ايه؟ مالجنت بروليفريشن اوف اما تو وايت بي سيز اللي بنسميها بلاست سيلز برايمري ده البرايمري سايت اوف مالجنس ان ذا بون مارو زين سيركوليت في البريفرال سيركوليشن اند ان فيل اذر تشو واحد يقول لي يعني انا لو عاوز اشخص لوكيميا احنا عندنا البلاست سيلز اتكونت في البون مارو وبقى نزلت في البريفرال سيركوليشن واحد يقول انا ممكن اشخص لوكيميا ان انا اعمل سي بي سي هشوف البريفرال بلاد هلاقي هنا في بلاست سيلز شخصت اللوكيميا لا مش شرط احنا ممكن نلاقي البلاست سيلز فعلا بس في بعض انواع اللوكيميا البلاست سيل ما بتنزلش من البون مارو حاجه اسمها الوكيميك لوكيميا او حاجه اسمها ساب لوكيميك لوكيميا الالوكيميك يعني ما فيش لوكيميك سيلز ما فيش بلاست سيلز في البون مارو في البلاد البلاست سيل كلها قاعده ومحبوسه جوه البون مارو وما نزلتش ساعتها لو عملت سي بي سي مش هلاقيها نورمال ما فيش بلاستات هتقول لي طب انت ازاي شكيت ان هو لوكيميا ده طالما السي بي سي نورمال شكيت ان هو لوكيميا لا لو انا عملت سي بي سي بس شكيت ازاي ان لوكيميا مع ان مفيش بلاستات شكيت ان مفيش ار بي سيز ولا في بليت صح وكل شويه يحصل له ريكورنت انفكشن فقلت غالبا في مشكله في البون مارو ما بيصنعش دي ولا دي عشان كده اهم حاجه ان احنا نعمل بون مارو بايوبسي ليه؟ لان ده البرايمري سايت اوف مالجنس كده كده كل اللوكيميات بدات في البون مارو لكن السي بي سي مش حاجه اكيوت ليه؟ عشان ممكن يكون حاجه اسمها الوكيميك او صار لوكيميك ان البلاستات ما نزلتش يبقى الريفريشن قلنا مالجنت بروليفريشن اوف اما تيو وايت بي سيز في البون مارو ثم سيركوليت في البريفرال بلادز ان فيل اذر تيشو الهجوم دي كذا نوع ازاي احنا عندنا البون مارو بيصنع وايت بي سيز مش وايت بي سيز في كذا منها حاجه في نيوترون في الليمفوسايت مثلا بيبقى عامل ايه عندنا وايت بي سيز دي حته كده خط بيصنع نيوترون
وخدت بيصنع ليمفوسايت. طب هيليوتوفيل بتصنع ازاي؟ الكون بدايتها كانت ايه؟ عندنا خليه، مش قلنا الخليه الستيم سيل اسمها بلاست سيلز؟ عندنا خليه اسمها مايروبلاست. كلمه بلاست يعني مكانها في البومه، بلاست يعني قاعده فين؟ في البومه. المايروبلاست المفروض انها بتتحول لخليه اسمها برو مايروسايت، ثم خليه اسمها مايروسايت، وبعد كده تدي نيوتروفيل. النيوتروفيل هي الخليه الماتيور، وكل اللي قبلها خلايا اماتيور. الخليه وهي اماتيور وهي لسه مايروبلاست كان حجمها كبير جدا، وبعد كده يصغر حجمها شويه ويصغر شويه، بعد كده يصغر قوي. يعني مثل الخليه الماتيور دي رقم واحد ان حجمها صغير، فبتقفلش البلاد فيسل الصغيره، ما بتقفلش المايكرو سيركيوليشن. رقم اثنين انها خليه ماتيور فبتحمينا من الانفكشن، صح ولا لا؟ بتقوم بوظيفتها بتحميك وما بتقفلش السيركيوليشن. لكن مشكله الخليه الماتيور دي ان حجمها كبير جدا، فلو اتجمعت مع بعضها هتقفل المايكرو سيركيوليشن، تعمل اسكيميا في الاورجن اللي فيها فيسل صغيره، يحصل حاجه اسمها ليوكوستيزس، يعني اكيوميليشن كده من الليوكوسايت. يبقى دي حجمها كبير فتقفل السيركيوليشن، وكمان مش بتقوم بوظيفتها، خليها حجمها صغير، صح ولا لا؟ يبقى ده الخط اللي صنع نيوتروفيل. طب والخط الثاني بيصنع ليمفوسايت ازاي؟ عندنا خليه اسمها ليمفوبلاست. الليمفوبلاست بتصنع حاجه، بتتحول لحاجه اسمها برو ليمفوسايت ثم ليمفوسايت. فرق بين الليمفوسايت هي الخليه المكتوبه اللي قبلها كله المكتوب، دي خليه حجمها كبير ومش شغاله، حجمها صغير مش شغاله. ايه اللي بيحصل؟ الطبيعي ان احنا نصنع نيوتروفيل ونصنع الليمفوسايت، دي الطبيعي اللي بتكون موجوده، عشان نيوتروفيل تهاجم البكتيريا والليمفوسايت تهاجم التي بي والفيروس، صح؟ اللي عنده لوكيميا حصل ايه؟ حصل مالجننت بروليفيشن في البون مارو، فحصل يا عمال يصنع خلايا الماتيور، عمال يصنع مثلا مايلو بلاست بالملايين، يتميل البون مارو مايلو بلاست والسيركيشن، وما عادش مكمل، ما عادش بيصنع اللي بعدها، فكله بقى مايلو بلاست. يحصل مشكلتين، ايه هي؟ اقول لك رقم واحد انها خليه ماتيور فيحصل له كرنت انفكشن، رقم اثنين انها حجمها كبير بتقفل السيركيشن، رقم ثلاثه ان حجمها كبير فتملى البون مارو بسرعه قوي، فتضغط على مين؟ على الار بي سيز والبليتد، فالعيان يحصل له انيميا وثرومبوسايتوبينيا. لو البون مارو صنع المايلو بلاست بس وما صنعش اللي بعدها، حصل البروليفيشن على المستوى دي، بسميها ايه؟ بسميها مايلو بلاستيك لوكيميا. طب اكيوت ولا كوني؟ دايما اللي فيها كلمه بلاست يبقى اكيوت، والكرونيك اللي فيها كلمه سايت مايلو سايت دي كرونيك. اشمعنى دي اكيوت؟ اكيوت يعني حصلت حاجه، حصلت جرافيك اونست وبروجريسيف فورس، حصلت بسرعه. اشمعنى دي حصلت لاكيوت او قويه؟ ليه؟ لان دي خلايا حجمها كبير جدا فبسرعه قوي قفلت البون مارو، فبسرعه عملت انيميا وثرومبوسايتوبينيا، وبسرعه قفلت البريفرال سيركيوليشن، فالمرض شديد، صح؟ بسالناها ايه؟ اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. اشمعنى اكيوت؟ لانها رابيد اونست صح؟ وبروجريسيف كورس، صح ولا لا؟ الجزء بتاعها شبه سريع جدا. رقم اثنين يبقى دي اسمها اكيوت لوكيميا. طب والناحيه الثانيه مش دي اسمها، او خلينا في دي، مش بعد كده بتصنع مايلوبلاست ثم مايلوسايت ثم نيوتروفيل؟ قلنا لو صنعنا دي حجمها كبير جدا قفلت البول مارو بسرعه، بقى اسمها اكيوت على اسم الخليه بتاعتها اكيوت ميلوبلاستيك لوكيميا. طب لو البول مارو اتجنن وعمال يصنع الخليه دي بس، بيمشي كده كده لحد ويوقف ما يكملش، بقى بيصنع مالجنت سيل اسمها مايلوسايت بالملايين برضه، بس دي حجمها كبير ولا اصغر شويه؟ اصغر، فمش هتقفل البول مارو بسرعه، فمش هتدخلنا في انيميا وثرومبوسايتوبينيا بسرعه، هيخش فيهم بس مايلد شويه شويه، فالمرض كده اكيوت ولا كرونيك؟ كيوت ولا كرونيك؟ مش خلايا حجمها صغيره وخلايا متيوب شويه عن اللي قبلها، صح؟ يبقى ده المرض يبقى هادي شويه، يبقى كرونيك على اسم الخلايا بتاعتها، مش اسمها مايلوسيتك، يبقى اسمها ايه؟ مايلويد لوكيميا، كرونيك مايلوسيتك او كرونيك مايلويد لوكيميا. دي لها الجراتا والانس بتطلع شويه شويه وسلولي بروجريسيف كورس. دي حصلت بسرعه عشان كده كيل ذا بيشنت ان شورت تايم، تموت العيال في خلال شهور، لكن دي كيل ذا بيشنت ان الونج تايم، لكرونيك عشان خلايا حجمها صغير فمش هتموت العيال في وقت قصير، ممكن يعيش بقى 5 سنين 10 سنين. الناحيه الثانيه لو حصل مالجننت بروليفريشن على مستوى الليمفوسايت، خلايا حجمها كبير قفلت بسرعه، يبقى اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. وقلنا اي حاجه فيها بلاست يبقى اكيوت على اسم الخلايا بتاعتها، اسمها ايه؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. طب لو حصل على مستوى الليمفوسايت سايت يبقى اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. يبقى كرونيك ليمفوسايتك لوكيميا. يبقى انا عندي اربع انواع من الكيميا، اثنين اكيوت هم اكيوت مايلوبلاستيك واكيوت ليمفوبلاستيك، اثنين كرونيك من هم كرونيك مايلويد وكرونيك ليمفوسايتك لوكيميا، صح؟ انا قلت رقم واحد اكيوت مايلوبلاستيك اسمها امل كده اكيوت مايلوبلاستيك، والناحيه الثانيه قلب اكيوت ليمفوبلاستيك، وهنا قلنا سي ام ال صح؟ اكيوت كرونيك مايلويد لوكيميا، وهنا سي ال ال صح؟ كرونيك ليمفوسايتك لوكيميا.
عاده الاكيوت ليمفو بلاست كومن في الاطفال، طفل صغير مش عارف يتكلم بتهتر في الحروف كلمه قلل صح، بتهتر كده قلل مش عارف يتكلم دي بتاعه الشلل. طب والاكيوت مايوبلاستيك امل، مين اللي عنده امل، الشباب ولا العواجيز؟ الشباب صح، هو اللي عنده امل، فدي بتاعه الشباب، دي بتاعه اليانج ادلت. يبقى القلل دي بتاعه الاطفال دي بتخف كويس جدا لما تسمع ان طفل جاي الروتين دي بتاعه اطفال 57 بتحسن كويس جدا، طفل صغير واهله زعلان عليه فبتخف سبحان الله. طب والام ال دي بتاعه الشباب الامل ده بتخف، مش صعبه جدا لما تسمع ان حد مثلا في جامعه جاي الروتين تخاف قوي عليه، صعب انها تخف. طب وريه قلنا سي ام ال كرونيك مايور لوكيميا دي بتيجي في الميدل ايج، كرونيك مايور بتاع الميدل ايج في سن من 40 ل 45 سنه. طب والكلل دي ده واحد زهق في الحياه، كلل كبير قوي بتاعت العواجيز سبعينات 70 سنه 80 سنه ما نخافش منها، الكرونيك لوكوستيك لوكيميا دي ممكن يعيش بيها حوالي 15 سنه، تيجي له على سن 80 سنه وتعيش معاها 20 سنه غالبا ما بتموتش باللوكيميا اصلا، غالبا بيموت في حادثه موتوسيكل واللوكيميا عنده ما فيهاش مشكله، بنعالجهاش اصلا بنسميها بيناين لوكيميا، ده انت لو عالجته بيميونو سبيسر ضربه وحاجات من دي وكيمو سيربي بيموت من العلاج فبنعالجهاش. يبقى انا عندي اربع انواع لوكيميا، تعالى بسرعه نبدا فيهم. احنا قلنا الديفينيشن كان عباره عن ايه؟ قلنا مالجننت بروليفريشن اوف اما تيو اي بي سيز برايمري في البون مونو جينس جريد في البنفر بلاد صح؟ وقلنا عندنا رقم واحد اكيوت لوكيميا، وقلنا الاكيوت مين هي؟ كلمه اكيوت يعني ايه؟ يعني انا بخنصت صح؟ وبروجريسيف كوز حصلت بسرعه فتموت العين كيل ذا بيشنت ان شورت تايم. وقلنا الاكيوت حاجه من اثنين، يا اما اكيوت مايلوباستيك لوكيميا يا اما اكيوت ليمفوبلاستيك، دي بتاعت الاطفال دي بتاعت الشباب. ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاعت الليتيولوجي مش مهم، ايه الكلينيكال برزنتيشن؟ احنا قلنا ايه اللي حصل في اللوكيميا؟ الاكيوت لوكيميا، قلنا البون مارو اتمنى خلايا مالجنان سيلز سواء في الاكيوت مايلوبلاستيك اتمنى خلايا اسمها مايلوبلاست او في الليمفوبلاست خلايا اسمها ليمفوبلاست، في الحالتين بلاست، وقلنا بلاست تضحى خلايا حجمها كبير جدا فقفلت البون مارو بسرعه، كتبت على نفس مين؟ الار بي سيز والوايت بي سيز صح؟ يبقى رقم واحد البون مارو ما عادش قادر يصنع ار بي سيز حصل انيميا، ما عادش قادر يصنع وايت بي سيز حصل ليكوبينيا، رقم ثلاثة ما عادش يصنع بليس صح ليكوبينيا وبيصنع وايت بيس بس كلها اما تيو مش شغاله فيحصل له ريكومنت انفكشن، كده البون مارو شغال ولا كانه مش شغال؟ يبقى رقم واحد مش شغال عنده بون مارو فين؟ رقم اثنين ليه مش عارف يصنع ار بي سيز والوايت بيس وحتى اللي اتصنعت مش شغال؟ رقم اثنين الخلايا المالجنة سيل المايرو بلاست والليمفو بلاست يا ايمان لما اتكونت جوه البون مارو فضلت قاعده مكانها؟ لا قلنا بتسيركريت في البريفر والانفيد الازر تيشو صح ولا لا؟ يبقى رقم اثنين بيحصل حاجه اسمها اورجان انفلتريشن، يبقى ايه الكلينيكال بيكشر؟ حاجتين على مستوى المكان اللي نشأت فيه حصل بون مارو فيلير، على مستوى الاورجان حصل اورجان انفلتريشن. رقم ثلاثة يحصل شوية حاجات ميتابوليك ابنورماليتي، ميتابوليك زي احنا قلنا دلوقتي زي مثلا الخلايا دي عددها كبير مالجنان سيل كتير لما تتكسر بيطلع منها يوريك اسيد تعمل مثلا هايبروسيميا جوت زي ما خدنا في الجو تيومورايزس قدام الحاجات دي. يبقى ايه الكلينيكال بيكشر؟ قلنا رقم واحد عنده ايه؟ رقم واحد بون مارو فيلير، رقم اثنين اورجان انفلتريشن. يعمل ايه البون مارو فيلير؟ لسه قايلين قلنا البون مارو الطبيعي بيصنع ثلاث حاجات ثلاث حدود ار بي سيز وايت بيس جريدد صح؟ لما اتملى بس براستات كتبت على نفس التنين البون مارو تم احتلاله بالبلاست سيلز. حصل انكروشمنت اون ذا ابيليتي اوف ذا بون مارو تو برودوس ار بي سيز اند تو برودوس جريدد، ما عادش قادر يصنع ار بي سيز ولا مين؟ ولا بيت. يبقى رقم واحد على مستوى الار بي سيز قلت ولا زادت؟ قلت جدا. العيان حصل له انيميا، بتبقى انيميا سيفير جدا، عنده اكيوت سيفير بروجريسيف انيميا. العيان ده في خلال 3 4 ايام اسبوع بقى بيل قوي باهت ابيض زي البفته، والعيان خلاص بيقع سيفير انيميا. ليه؟ لانها رقم واحد البوم مارو اتملى براسات ما عادش قادر يصنع، مش بس كده رقم اثنين العيان ده اصلا بيصنع بليت ولا مفيش بليت؟ مفيش بليت، عنده ثرومبوسايتوبينيا فعنده بليدنج ديدنس، ولما يحصل هيموج من اي مكان ده يزود بيل، مش لما يحصل هيموج بيحصل اي انفيشنس انيميا صح؟ جي اي تي هيموج اي مكان، فرقم اثنين اللي عنده هيموج عشان عنده بليدنج فبرضه هيزود انيميا. رقم ثلاثه ان بعض انواع اللوكيميا تبقى مصحوبه بمشكله اوتو ميون، بيبقى عنده انتي بولي كمان بتكسر الار بي سيز، عنده اوتو ميون كمان هيموليتيك انيميا، مش بس كده ده المالجنان سيل عمال تتكون بملايين فتستهلك كنت تعمل كونسيوم للفوليك اسيد والبي 12 فممكن يحصل في الاخر من مجال بس كلام يعني عنده كل انواع الانيميا. يبقى رقم واحد حصل بون مارو فيلير حصل ايه؟ قلت على مستوى الار بي سيز والوايت بي سيز والبريت هو بيصنع الثلاثه دول. رقم واحد لما اتملى بطيخ بلس سيل ما عادش قادر يصنع ار بي سي حصل ايه؟ اكيوت سيفير يا اما ما عادش قادر يصنع بون فيلير يا اما انتي بودي هيموليتيك انيميا يا اما لما صنع كتير حصل كونسومشن للفوليك اسيد والبي 12 حصل مجال بلاستيك يا اما عشان عنده بليدنج فحصل هيموج فزود الانيميا. رقم اثنين على مستوى البليد حصلت ايه؟ قلت ولا زادت؟ قلنا البوم مارو اتملى بلاست سيلز ضغط على الخط اللي بيساهم مع بليد كتمنا على نفس البليد فقلت جدا البليد.
مش المفروض احنا عشان نصنع عشان نمنع الليدنج كنا بنمنع الهيموس بحبتين قلنا طوب واسمنت بليتت و كويشن تيست العيان ده ما عندوش بليتت يحصل هيموس ولا لا يبقى كم واحد عنده بليدنج تيندنسي او عنده بيرج صح ولا لا هتقولي ما هو عنده كويشن تيست بقى اقول لك لا ما احنا قلنا البلاست سيلز لما اتكونت في البون مام مش هتقعد هنا بتنفيدت اذر تيشو من اهم التيشو انها بتنفيد بين الليفر شخصيا صح لما تنفيد الليفر يحصل دامج في الليفر فما عادش بيصنع كمان كويشن تيست حد فاهم عشان كده عنده سيفير بليدنج يبقى على مستوى البليت انا تعملت قلت البليت بس هي مش قلت وخلاص هي الاول بتقل شويه وبعد كده في الاول بتزيد شويه وبعدين تقل وبعدين تزيد وبعدين تقل تاني اشمعنى اشمعنى حصلت ام شيب كده هي بتزيد في الاول ليه؟ لان المالجنسي حاجه عمال تعمل تيشو دامج وتيشو نيكونز لما يحصل تيشو دامج تيشو نيكونز بيزيد ماده كده اسمها ثرومبو بايوتين اسمها ايه؟ ثرومبو يعني ثرومبو سايت يعني بليتت بايوتين يعني استيميوليشن الماده دي بتعمل استيميوليشن لمين؟ البليتت ففي الاول تزيد البليتت وبعدين بعد شويه البون موت مالا مين؟ بلاست سيلز هل في مساحه بتزيد البليتت تاني؟ رغم ان الثرومبو بايوتين عادي عمال يعمل استيميوليشن بس اتملى مفيش مكان ليها فتبدا تاني بدات اعالج العيان بكيمو ثيرابي فموتت شويه بلاستات اديت مساحه لمين؟ للثرومبويتين ويزود مين بقى؟ ما انا لما اديت كيمو ثيرابي موتت شويه بلاست سيلز اديت مساحه للبليت انها تشتغل تاني ما هو الثرومبويتين لسه موجود فزاد تاني البليت صح؟ وبعد كده الكيمو ثيرابي يعمل انهبيشن للبون مارو بيعمل بون مارو فيليا اصلا الكيمو ثيرابي فتقل تاني حد فاهم حاجه؟ يبقى بتعطيني قلنا البليت اتقلت بس في الاول كانت ام شيب او تقول قلت خالص لما قلت البليت حصل ايه؟ حصل بليدنج او حصل بيبر ينزل العيان من كل حته مفيش بليت ولا في كوكريش ينزل منين بالترتيب من فوق لتحت رقم واحد يحصل له في البليت رقم واحد يحصل له سيربر هيموش رقم اثنين في العين يحصل له ريتنال هيموش على مستوى النوز يحصل له الاستاكسس على مستوى الجام يحصل له بليدنج جام ينزل من كل مكان في الجي اي تي يحصل له جي اي تي بليدنج لو عنده مثلا اوستروجيال باسس او عنده امتك اكثر يحصل منها هيموش جي اي تي بليدنج يحصل بقى هيماتيمس او منين وباقي كمان ممكن كمان يحصل له ريكتال هيموش ولو في مين يحصل لها من هو يبقى ينزل من كل مكان اخطر مكان ايه؟ السيربل كل دول عادي اخطر مكان السيربل هيموش لان البرين ده كلوز ذا سكال مكان مقفول لو حصل فيه هيموش هيعمل سبشن على البون ولا على البرين؟ على البرين نفسه يحصل البرين هيريشن حصل لسه عشان كده السيربل هيموش ده مين ترمينيت ذا لايف اوف سبشن اول كوز اوف ذس هو السيربل هيموش يبقى لما حصل نقص بيت حصل ايه؟ حصل هيموش في كل مكان قلت من فوق لتحت رقم واحد سيربال هيموش ريتنال هيموش وصاب كونجكتيفال هيموش ابيستاكسس بليدنج جامز جي اي تي بليدنج ريتنال هيموش وات من ورش رقم ثلاثه على مستوى الاي بي سيز هي زادت ولا قلت؟ زادت جدا بالملايين عندي بلاستات بس كلها بلاست سيلز يعني خلايا ام مليون واحد مثلا شخصيه مهمه عاوز يحمي نفسه يحمي نفسه بشخصين كبار فيحموه ولا يجيب بنت يقعد يلعبوا هو ده اللي حصل ان احنا عندنا بساط بالملايين بس خلايا هبله اما تيور مش قادره تحمل عين نون فانكشن مش شغاله فالبلاستات زادت جدا الوايبين زادت جدا بس كلها بلاست سيلز يا اما مايلو بلاست لو اكيد من البلاستيك يا اما مين ليمفو بلاست لو اكيد ليمفو بلاستيك الكيميا صح زادت جدا بس كلها خلايا ماتيوم مش شغاله فالعيان ده كل شويه يحصل له الكرنت انفكشن في كل مكان العيان ده يحصل له ديسمينيتد انفكشن في اي حته في الجسم لانه اصبح اميونو كومبرمايز اي حته يحصل لها انفكشن رقم واحد ممكن يحصل انفكشن في السكن كل شويه يحصل له بوادس رقم اثنين يحصل انفكشن في الماوس والصوت يجي لك العيان عنده فيفر وعنده سور صوت رقم ثلاثه ممكن يحصل في اللنج يحصل نيمونيا وممكن العيان يموت بسببها ثاني جزء اوف ذس هو النيمونيا لان عنده اميونو كومبرمايز يحصل له حاجه اسمها انريزولف نيمونيا التطور ما تخفش يبقى تاني يحصل انفكشن فين؟ في سكن بالترتيب كام باور جوه سكن ماوس سول سول لانج جي اي تي كل شويه يحصل له ريبيتد جاسترو اندرايتس اخر حاجه يحصل له برينال ابسس يحصل له انفكشن فين؟ قلت رقم واحد سكن رقم اثنين قلنا رقم اثنين ماوس وسول رقم ثلاثة لانج يحصل له نيمونيا انريزولفد رقم أربعة جي اي تي رقم خمسة جاستروانتيتس رقم خمسة يحصل له بيري انال ابسس انفكشن في كل مكان مين الكومن اورجانيزم اللي تيجي عندك؟ واحد يمينه كومبرايز معاه شوية بيزيز يحصل له كل انواع الانفكشن بس اشهر انفكشن هو الفانجر والفيرال اشمعنى؟ هو الفانجر ده اورجانيزم طور ضعيف احسن اورجانيزم لما يخش الحد يبقى الشخص ده امينو كومبرايز لان ده معاه ضعيفة جدا فيحصل له اكتر فانجر بس ممكن يحصل كل حاجه الكومن باثوجين كلها تحصل ممكن الجرام بوزيتيف زي الستاف والستيب ممكن انفكشن بجرام نيجاتيف زي مين مين الجرام نيجاتيف زي ايكولايس ودوموناس ممكن فايرال ايبشتاين باور فايروس وهيربس ممكن فانجل انفكشن اي انفكشن اختارهم الفانجل لما بيحصل فانجل انفكشن بعرف ان مناعه العيان وقعت جدا عند الاستيشن
يبقى رقم واحد الكلين ده كل شويه بتاع حصلات. قلت رقم واحد حصل بوم فيلير فده مش حصل ثلاث حاجات. البوم بيسمع ار بي اس واي بي اس في ده رقم واحد. قالت الار بي اس قد ايه؟ اكيوت سي في قالت البليت فحصل بيبقى نزل فين؟ قلت رقم واحد سيبر ريموس ابن الريموس الاستكس في النص جارديه التنموج واحد من واحد. رقم ثلاثه الواي بي زادت جدا بس خلايا مش شغاله يحصل له ريكورنت انفكشن فين وانا سكان ماوس سو 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 لانج جي اي تي دينا ابسس. لا حد كل شويه يحصل له ابسس يقول لك فلان فلان عنده فيبر ومش عارف ابسس في الهان صب فينك ابسس. طب هو دايبيتك؟ لا. طب هو بيفر ادويه منه سبيس؟ لا. ايه اللي بيخليه يحصل له ريكورنت ابسس؟ تفكر فين ايه الكومن والجناس قلنا يحصل بكل حاجه. ما هو انا ضعيفه بقى بلان بوست جامد بتبنجر غير وراجل ده يحصل له شويه فيبر. هو ليه عنده فيبر؟ لان هو بينه كومبرايز كل شويه عنده انفكشن. مش بس كده ليه كمان عنده فيبر؟ عشان قد عنده ملايين المالجنان سيل ملايين الخلايا السرطانيه جزء منها بيموت لما جزء منها يحصل له ده مش هيطلع مين؟ بايوجين. والبايوجين تشغل هيت الجريتم سنتر. مش بس كده العيان عنده ملايين المالجنان سيل مش كلها بتعمل ميتابوليزم ولما الميتابوليزم يكون كتير مش الميتابوليزم بينتج عنه هيت اندوجينس هيت فالعيان ده نزيل عنده فيبر او بعده فيبر. يبقى رقم واحد بوم مارو فيليا. رقم اثنين قلنا بعد ما المالجنان سيل اتكونت في البوم مارو ده البرايمري سيل هتبدا تنزل وتهاجم التشو. يبقى رقم اثنين حصل حاجه اسمها اورجن انفلتريشن. انا عندي دوله مثلا مالجنان زي اسرائيل. اسرائيل مثلا بتصنع جواها سلاح وبعدين بتضرب الدول اللي حواليها زي كده المالجنان سيل كده. البوم مارو نفسه مليان سلاح اللي هو مالجنان سيل وعمال يضرب في اللي حواليه. المالجنان سيل عندها القدره انها تغزل اورجن تنفيد الاذر تشو. يبقى رقم اثنين حصل اورجن انفلتريشن. مين الاورجن؟ حاجات كتيره جدا كل الاورجن بس اهمهم اهمهم مثلث ليمف نود وسترنوم وهيباتوسبينوماجين. يحصل ليمف نوباسي وتندر سترنوم يبقى ده مثلث ليمف نوباسي وتندر سترنوم وهيباتوسبينوماجين. المثلث ده اهم حاجه. يبقى حصل اورجن انفلتريشن رقم واحد. قلت عامله ايه؟ رقم واحد ليمف نوباسي. الليمف نود كلها تكبر. من اهم الحاجات اللي بتكبر الليمف نود هو المالجنس او اللوكيميات. العيان ده عنده ليمف نود كبيره هتلاقي كلاكيه في رقبه العيان تندر ولا نون تندر؟ نون تندر ده اسمه مالجنس. يقول لك عنده مرض خبيث فعارف لو تندر احسن لان هيحس الحاجه بتوجع اتش دي نون تندر. امتى تبقى تندر؟ العيان ده لو حصل له انفكشن او انفلاميشن عنده دلوقتي سيرفايكال ليمف نود انلارج وبعدين حصل له سوء صوت بقت تندر. حد فاهم حاجه عشان جنبها مين؟ انفكشن. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد يحصل ليمف نود في كل ليمف نود. مين ليمف نود بتاعتنا كلها؟ عندنا اكسترنال وانترنال. مين اكسترنال ليمف نود؟ سيرفايكال اكزيلري انفوايت. صح دي كلها اكسترنال. طب مين الانترنال؟ عندنا ميدياستاينال وبورت هيبيتس جنب البايل ده ومين؟ بره اورت ليمف نود. يبقى كل ليمف نود تكبر يا اما انترنال يا اما اكسترنال. مين الاكسترنال؟ سيرفايكال ليمف نود وبعدين اكزيلري وانفوايت كلها تكبر. رقم اثنين مين الانترنال ليمف نود؟ بالترتيب كده من فوق لتحت ميدياستاينال بورت هيباتس و باراول. ساعات يقول لك تفحصهم ازاي؟ الاكسترنال بتعرف تفحصهم في العملي بتعلمهم في العملي. الانترنال الميديستاينال بتفحصها ازاي؟ لما بنفحصها ازاي في العملي؟ كنا بنعمل بنفحصها بالسماعه كنا بنسمع عليها بونكال بريسنج عند تي 4 او عند الترتيال بايفوكيشن حاجه اسمها الاسبنسر. طب والبورت هيباتس تفحصها ازاي؟ تفحص الليبر والسبلين لان البورت هيباتس لما بتكبر هي موجوده حوالين البايل دكت. لما بتكبر بتقفل مين؟ تعمل كونفرشن تقفل بايل ده فيبدا يحصل له هيباز ويجي له حاجات من وده هيبوظ الليفر اكتر. طب والبار اورت كنت بتفحصها ازاي؟ كنت بتضغط على الاورت بتعمل حاجه اسمها رول الجيموسوم صح ولا لا؟ يبقى رقم واحد الليفر. بس رقم اثنين العيان ده عنده تندر ستيرنر وبصفه عامه يكون اكس باثولوجيكال فراكشر. العظم كله بيوجع وبيتكسر. اشمعنى؟ ان دلوقتي العيان ده عنده لوكيميا البون مارو بتاعه اكتف ولا هايبو اكتف ولا هايبر اكتف؟ البون مارو هايبر اكتف عشان عمال يصنع مالجنان سيل صح؟ البون مارو عمال يصنع ملايين الخلايا السرطانيه من الجلاست فالبون مارو عنده هايبر اكتف. واحد يفرح يقول الله طب ما حلو البون مارو شغال هايبر اكتف. هو واحد يفرح لو هايبر اكتف واحد عنده هيموش واحد عنده هيموليس صح؟ لان هناك هايبر اكتف بيعوض بيصنع ار بي سي هايبر اكتف بالخير. هنا البون مارو هايبر اكتف بالخير ولا بالشر؟ في الشر عمال يصنع بلاست سيلز. البون مارو لما يبقى هايبر اكتف بالشكل ده يبقى تندر زي عيال الثلاسيميا ما هو عنده تندر بون. وكمان ليه عنده بون اكس باثولوجيكال فراكشر؟ اصل اللوكيميا بتعمل بتزود الاوستيوليت اكتيفيتي. ازاي؟ بتشغل حاجه اسمها اوستيو كلاست فتبدا تهد في العظم تكسر في البون في العظم ضعيف جدا يتكسر من الهواء باثولوجيكال فراكشر. هو نزل سنين يتكسر لو كح كده من الهواء دول تتكسر. يبقى رقم واحد قلت عن ريه عنده تندر وستيرنم وباثولوجيكال فراكشر. الستيرنم بتوجع جدا. اشمعنى الستيرنم يعني؟ اصل دي عظمه سوبرفيشال واللي مش عليها مصر فاسهل عظمه نفحصها اسهل عظمه نفحصها.
تضغط على السلم بتلاقيها بتوجع، ولو دوست اكتر بتلاقيها بتتكسر زي البيضه المسلوقه بتقطع تحت ايدك. ما تفرحش وتقعد تدوس لا خلاص هي بتتكسر. يبقى رقم واحد تندر السلم ورقم اثنين ايه كمان؟ مثلث قلت انفلوباسي تندر جون ورقم ثلاثه عامله ايه؟ هيباتوس بيراميد. قلنا ليه؟ عشان حصل انفيجن باللوكيميك سيلز او البلاست سيلز في الليفر والسبين. مش بس كده السبين كمان ممكن يكبر عشان الانفيجن بالبلاست سيلز، او السبين كمان ممكن يكبر ليها لكذا حاجه ان العيان ده اصلا امينو كومبرومايز وكل شويه يحصل له انفيكشن، فممكن يكبر مع الليف نود كجزء من التيكولونيسيل هايبربليزيا صح؟ يبقى وكمان الليفر ممكن يكبر عشان الليف نود دي قفلت البايت داب، ممكن يحصل بقى برضه تنشن البايت صوت والحاجات اللي بتحصل في الليفر كده. يبقى ثلاث حاجات تندر ستيلنا والليف نود بس وغير ستيلنا. طب باقي الاورجن كلها يحصل فيها ايه؟ اي اورجن ثاني يحصل فيه ثلاث كلمات انفيكشن انفكشن انفلتريشن. احنا قلنا في مرض في الكارديو بيعمل انفكشن وانفكشن. هنا بيحصل انفكشن وانفكشن وانفلتريشن. حصل انفكشن ليه؟ العيان ده مناعته قويه ضعيفه امينو كومبرومايز ليه؟ عشان رقم واحد الراجل ده ما عندوش بلاست سيلز صح؟ رقم اثنين ان اصلا السبين لما يكبر ممكن يحصل هايبر اسبينيزم فياكل حتى الوايت ديز النورمال. حد فاهم حاجه؟ غير ان احنا لما بنعالج بندي ادويه امينو سبريسنت زي البريدنيزولون فكده كده هو امينو كومبرومايز. يبقى رقم واحد حصل انفكشن ليه؟ عشان مفيش ماتيور وايت ديسيز. رقم اثنين حصل انفكشن ليه؟ ما احنا قلنا البلاستات الحجمها كبير دي ممكن تتجمع مع بعضها كده يحصل لها اكيوميليشن كده وتعمل تقفل البلاد فيسل صغيره يحصل حاجه اسمها ليوكوستيزيس. ليوكو اللي هيكو سايد وايت ديسيز وستيزي يعني استجنيشن. لما تتجمع بالشكل ده هتقفل مش اورطه ولا فيمورا هتقفل المايكرو سيركيوليشن تقفل الفيسل بتاع الريتنا تعمل ريتنا فانكشن الفيسل بتاع الاير حاجات صغيره تعمل اسكيميك مانيفستيشن. عشان كده لما تقعد تقفل كده تقفل مثلا فيسل صغير في اللنج بانوني فانكشن لما تقعد تعمل كده الوايت ديسيز دي احنا بنفك جدا. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها ليوكو فايسيس. بنعدي الدم ده على جهاز فلتر يشيل منه كل البلاست سيلز فيرجعهم. هل ده علاج؟ لا ده حاجه مؤقته لان كده كده الجون ما هيصنع غيرها تاني يوم. حد فاهم حاجه؟ يبقى قلنا رقم واحد يحصل انفكشن او رقم اثنين انفكشن او رقم ثلاثه يحصل انفلتيشن. مش قلنا هي بتثبت كل مكان فيحصل انفلتيشن. مين الاذر اورجن؟ هات كل الاورجن اللي تيجي على بالك. مين هي؟ رقم واحد على مستوى البين السي ان اس يحصل ايه؟ رقم اثنين على مستوى مين؟ تحت البين على طول الار صح؟ طب بعد كده زي الحاجات بتاعت الروماتولوجي كارديك وبعد كده شيست اللي هي اللونج يعني وبعد كده مين؟ جي تي. ويحصل حاجات في السكن والجم والتستيكل. كل الاورجن حصلها انفكشن انفلكشن انفلكشن. رقم واحد على مستوى البرين حصل انفكشن في البرين يعني يعمل ايه الانفكشن ده؟ يعمل مينجايتس. صح هو ممكن يحصل مينجايتس بحاجتين، ممكن تبقى اسيبتك مينجايتس ان عنده امينو كومبرومايز فحصل له انفكشن فعلا، وممكن اسيبتك مينجايتس ان البلاستات عملت انفلتيشن في المينجيز فحصل اسيبتك مينجايتس. يبقى رقم واحد في المينجيز حصل مينجايتس تحتها في السيربوم يحصل ايه؟ مش البلاد فيسل ممكن تتقفل بالليوكوسايت بالبلاست سيلز ليوكوستيزيس فيحصل ستوب صح ولا لا؟ طب لما يحصل انفلتيشن بقى ما هو ده كده انفكشن والستوب ده انفكشن. طب يحصل انفلتيشن لو حصل انفلتيشن مثلا في البيزا الجنبي لو اكسترا بلاندر سيستم حصل لها دامج يحصل اكسترا بلاندر مانيفستيشن فوريا وفوريا وكابالكنسونست. لو حصل انفلتيشن على مستوى السيربيلم يحصل حاجه اسمها اتاكسيا. لو حصل انفلتيشن على مستوى البرين ستيم يحصل حاجه اسمها كرينيال نيرف بولس صح؟ حصل في البرين ستيم. لو حصل انفلتيشن على مستوى السباينال كورد يحصل حاجه اسمها بارافيجيا. يبقى حصل في البرين ثلاث حاجات انفكشن انفكشن انفلتيشن يعملوا كلهم بالترتيب مننجايتس قلنا ستوك. طب الاكسترا بيرنال فيزا الجنجل اكسترا بيرنال مانيفستيشن للبرين ستيم يحصل الكرينيال نيرف بولس بعد كده بارافيجيا في السباينال كورد. رقم اثنين على مستوى الاي لو حصل انفلتيشن في الاي رقم واحد ممكن يحصل ريتنال انفكشن صح؟ مش عنده انفكشن الليوكوستيزيس صح؟ ريتنال انفكشن. رقم اثنين ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل انفلتيشن بالبلاست سيلز في اللاكريمال جلاند فتكبر يحصل انلارجمنت او هايبرتوفي في اللاكريمال جلاند. عنده انلارجمنت في اللاكريمال جلاند عندنا موادين مهمين بيكبروا اللاكريمال جلاند اللوكيميا بتكبره. رقم اثنين حاجه اسمها جوجر سندروم هناخدها النهارده. عيان عنده روماتويد ارثرايتس بس عنده انتي بودي ثانيه بتضرب اللكن. يبقى على الاي حصل ايه؟ انفكشن حصل اللوجيك. على مستوى بقى الجام حصل ايه؟ حصل حاجه اسمها جام هايبربليزيا. شايفين العيان تكبر شويه بسبب مين؟ ان بيتجمع فيها البلاست سيلز. ومناسبه الجام جنبها السكن يحصل ايه في السكن؟ يحصل حاجه اسمها بوبرايتس كل شويه في انفكشن صح؟ بوبرايتس. ويحصل حاجه اسمها كولوما. ايه الكولوما دي؟ شويه بلاست سيلز تتجمع جنب بعضها في السكن.
بنسميها كولوم، عباره عن سوفت تيشو سوينج مديول صغير كده عباره عن بلاست سيلز، او ساعات بنسميها وايت بي سي ساركوما، عباره عن ايه؟ اكيوميشن اوف بلاست سيلز تعمل سوينج سوفت سوينج في السكن، او بنسميها وايت بي سي ساركوما. على مستوى الهارت البريكارديا حصل ايه؟ لو حصل انفلتيشن في البريكارديا بيحصل بريكارديت يؤدي الى بريكارديا ديفيوجن، سواء بالانفكشن ما حصل بريكارديت سومات ديفيوجن، او سواء بالانفلتيشن باللوكيميك سيلز. على مستوى الكارديك مثلا لما يحصل فيها انفلتيشن بخلايا مالجنت والخلايا المالجنت تعمل تشو دامج تشو نيكوزس، فيحصل ويكنس في المصل، يحصل حاجه اسمها كارديو مايوس. على مستوى اللنج البلو يحصل فيه انفلتيشن انفكشن يعمل بلوسي وبلو ديفيوجن، واللنج لما يحصل فيها انفلتيشن وانفكشن يعمل ايه؟ بالمونال انفكشن او انفكشن بالهيني ممكن، صح؟ قلنا ان يزول كل منهم ممكن تموت العيان. حد فاهم حاجه؟ كل اوجن حصل فيها كل حاجه. على مستوى الجيوتي عنده ريكارنت انفكشن في الجيوتي، صح؟ يحصل له ريكارنت انفكشن، ولما يحصل انفكشن في الجيوتي وحته تموت ممكن يحصل جيوتي بليدنج، ممكن كده كده حصل هناك جيوتي بليدنج في المرحله الاولى. طب ايه كمان؟ على مستوى الكدني لو حصل انفكشن في الكدني اسمه ايه؟ ولو حصل انفكشن في الكدني وقفل بسل صغير يحصل ايه؟ هيماتوريا، صح ولا لا؟ يبقى كل الاورجن حصل فيها انفكشن انفكشن انفكشن. حد تاني؟ يعني له كيمياء الاول قلت يعني له كيمياء مالجنت بروليفريشن او بريماتيو وايت بي سيز، هي مالجنت حصلت فين؟ البرايمري زبون اول دي سيكريت في البيرفرال سيكريشن اند انفيت اذر تيشو. الكلينيكال بيكشر قلنا حطينا رقم واحد على مستوى البون ماما حصل بون ماما فيلير، رقم اثنين على مستوى الاورجن كلها حصل اورجن انفلتيشن. على مستوى البون حصل فيلير ازاي؟ قلنا انا بسمع ثلاث حاجات، بسمع وايت بي سيز وايت بي سيز بليتل، صح؟ رقم واحد وعمال يصنع اي بيس كتير جدا فقفلت البون مارو. كانت لما نفس الاي بيس ده ده الخط ده فما عادش بيصنع اي بيس، حصل اكيوت سيفير بروجريسيف انيميا، بقى عنده سيفير بالون. رقم اثنين كانت لما نفس البيت بقى عنده بيرل. طب بينزل بيحصل هيموش منين؟ قلنا بالترتيب عنده سيربرال هيموش، صح؟ قريت انا الهيموش بيستكسس بين جامبس جارتي قريت الهيموش ومنواجه. يحصل رقم ثلاثه على مستوى الاي بيس زادت جدا بس كلها خلايا اما تيو باست سيلز فيحصل له كارنت انفكشن. كومن فين؟ قلنا سكين ماوس وسود لانج جي اي تي بيلينا بابس والكومن اورجانيزم او الكومن مصريين قلنا كل حاجه جام بوزيتيف جام نيجاتيف فانجر وفيروس زي اللي بيشتغلوا اللي هي بسكوتات. رقم اثنين قلنا اورجان انفلتيشن حصل ازاي الاورجان؟ قلنا في كل الاورجان بس اهم حاجه المثلث الاولاني لينفانوبس التستوستيرنا في بس بي لينفانوبس الليكويد كلها كبرت يا اكسترنال يا اما مين الاكسترنال قلنا سيرفايفل اكسترنال ديفوانوكين انترنال ميدياسبانال كونتابيلز وان الكلام ده نص ده وسهل. هاجي الحصه الجايه اقول كلينيكال بريزنتيشن اوف لوكيميا هلاقي بقى تندر ستيرنا انيميا ليكويدينيا. بص بطيخ في علم الاحتمال اللي هو كلمه من هنا وكلمه من هنا وبعدين تخش في الليفر وبعدين على باثولوجي وبتاعي ما اعرفش ليه نفسي اعرف ليه مش عارف الموضوع ده مش قايله حد. طيب قلنا اورجن فيزيشن بعد كده كل الاورجن حصل بعد كده قلنا تندر بون وباثولوجيكال فانكشن كومبليت هيبتس مينيميجري بعد كده كل الاورجن حصل فيها ايه؟ انفكشن انفكشن انفلتيشن. على مستوى البرين سي ان اس الاي السكين والجم الهارت الجي اي في كل الاورجن كلام سهل جدا تقدر تقولها كلام تقليدي ومش طب اخر حاجه ميتابوليك بيحصل ايه ميتابوليك؟ احنا قلنا بيحصل بون ماو كيلير اورجن فلوتيشن او كومبليت ميتابوليك. العيان ده بيجي لك ازاي المستشفى؟ عيان عنده بون ماو كيلير فعنده سيفير انيميا صح؟ وعنده بليدنج وعنده انفكشن. عيان جاي بفيفر جسم سخن جدا عنده انفكشن صح؟ وعيان بهدان قوي عنده سيفير بلو وعنده بليدنج. يعني الحالات دي بنشوفها كده طفل جاي عنده مثلا 15 سنه عنده فيفر عاليه جدا والطفل ده بيل قوي وتقريبا كوماتوز مش حاسس بحاجه لانه سيفير انيميا. رقم ثلاثه ان عنده هيبر بتاعي فوقه او بين سنانه في اللثه كده كلها اطراف دم مال المكان ده كده وفوقه بين سنانه وسخن جدا وبين خلاص ده كده اتفكر على الطفل اللي فيه. ممكن يجي لك بقى الطفل لسه مش كوماتوز صاحي وجاي بشويه فيفر وصوته مش عارف ايه. هل اي حد جاي اول انفكشن اصلا والكوما الاول هو الصوت اصلا لما حد مناعته ايه اقرب مكان يحصل فيه انفكشن مين؟ هو التونسل ده اقرب مكان يخش فيه الاورجانيزم. هل معنى ذلك ان اي حد يجي لك بصوت صوت بقى يبقى خلاص عنده؟ لا ما احنا في الشتاء الناس كلها بيجي لها صوت صوت صح؟ الاطفال في الشتاء كلهم بيجي لهم صوت صوت بس عاده بيبقى عليها بص. صوت صوت عليها بص احسن ولا مش عليها بص احسن؟ عليها بص احسن كتير. عليها بص الباص ده اصلا وايت بيس نورمال مش عليها يبقى غالبا افكر اكتر في حاجه هفكر احنا.
طب لو ابتديت الطفل عنده بيبي 2 3 ما تحسنش، عملت سي بي سي لقيت عقل الار بيس قليله والار بيس قليله والبليت قليله والوايت بيس عاليه جدا، تفكر فين تسكن. طب لقيت الار بيس قليله والبليت قليله والوايت بيس نورمال، مش هتفكر في الكيميا؟ لا، ممكن يكون قالوا الكيميا اصلا ساعتها هعمل بوم باور اكسبلانيشن، شكل بوم باور مش هشخص غير بيه اصلا، اهم حاجه هو البوم باور. صعب الكلام ده؟ واللي حصل بوم باور فيليا رقم 2 اورجان فيرتيشن رقم 3 ميتابوليك، حصل ايه ميتابوليك؟ مش العيان ده عنده ملايين المالجنان سيل صح؟ واما اجي اعالج خصوصا جزء منها هيموت صح؟ او هي كده كده ممكن جزء منها يحصل ايه بقى؟ لما بعض الخلايا تموت هيبدا يطلع منها يوريك اسيد صح؟ يحصل هايبر يوريسيميا، فيحصل ثلاث حاجات، يحصل جوتي نيفوباسي وجوتي ارثوباسي وسكن تو فول. اللي هتحصل مين اكتر؟ جوتي نيفوباسي. اصل الاثنين التانيين عاوزين وقت كبير عشان يحصل ارثوباسي وكفايه يحصل وقت كبير، فدول مش هيحصلوا. يحصل جوتي نيفوباسي ان اليورال كريستال لو كانت كتيره هتروح تقفل التبيول فتعمل اكيوتي نيفوباسي. دي من ضمن الحاجات اللي بتبوظ الكبد. رقم 2 ايه كمان؟ ان العيان ده عنده مالجنان سيل كتير، لما الخلايا تتكسر يطلع منها ايه؟ مش هيحصل حاجه اسمها تيومر رئيس الصندوق، لما تموت الخلايا السرطانيه ممكن تطلع من جوه مثلا بوتاسيوم صح؟ يحصل هايبر كاليميتيك البوتاسيوم، والهايبر كاليميا بتعمل اريزميا، ممكن في عيان يحصل له كارد لايك اريزم في الدايستول. طب ايه كمان؟ مشكله المالجنان سيل كمان انها بتعمل حاجه ثانيه، ايه هي؟ بتزود الاي دي اتش، بتطلع اي دي اتش زي اللي طلع من الكوكا الجامد. الاي دي اتش بيعمل سولت ووتر ولا ووتر ريتينشن؟ فيكفف مين الصوديوم؟ يعمل حاجه اسمها دايليوشن هايبرلوكيميا، صح ولا ايه؟ ممكن يحصل شويه هايبرلوكيميا مع جوده نيفو، بس ممكن يحصل هايبرلوكيميا، ممكن هايبر كاليميا، ممكن يحصل دايليوشن هايبرلوكيميا. كانفستيجيشن ده ما ينفستيجيش ازاي العيان ده؟ ايه الانفستيجيشن ممكن نعملها؟ احنا عندنا مشكله حصلت فين اصلا؟ المشكله بدات في البون ماو، ده البرايمري سايت اوف مالجنسي، البلاست سيل اتكونت في البون ماو وبعد كده مشيت في البيرفيرال سيركيليشن. عشان اشخص العيان واحد يقول لي اعمل سي بي سي، ماشي السي بي سي حلو ممكن تبين ممكن لا صح؟ طب فاضل ما بينتش، ما هي برضه هتقرب لك المسافات. انت لو حتى ما شفتش هنا بلاستات، ما انت هتلاقي الار بيس قليله جدا والبريت قليله جدا، فانت هتفكر ان في مشكله فين؟ البون ماو. يبقى رقم واحد بنعمل سي بي سي، رقم اتنين الاهم بقى الاكيوت بون ماو اكزامينشن، دول اهم حاجتين سي بي سي وبون ماو وشويه حاجات للميتابوليك دول، هل اليوريك اسيد عالي والبوتاسيوم والكلام ده. رقم واحد سي بي سي، كان انفستيجيشن بنلاقي في السي بي سي. رقم اتنين اي حاجه في البلاد كله، اي دكس في البلاد الانفستيجيشن بتاعته سي بي سي وبون ماو زي النفو كده، كان اربع حاجتين هم حاجتين. رقم واحد سي بي سي بشوفها ايه؟ احنا بنشوف سي بي سي بنشوف ثلاث حاجات، ار بي سيز وايت بيسيز و صح؟ الار بي سيز قلت ولا زادت؟ قلت جدا، لان عنده اكيوت سيفير بروجريسيف انيميا صح؟ عنده كل انواع الانيميا زي ما عنده ايون ديفيشنس وكل هو بلاي وكمان موسيتيك كوميك لو كمان فيلير وعنده ميجالوس كل حاجه. رقم اثنين على مستوى البليتد قلنا قلت جدا كمان، بس في الاول الالاس انها هتبقى ايه مش صح؟ انها زادت ثم قلت ثم زادت ثم قلت ثاني، قول قلت خلاص. رقم ثلاثه على مستوى الوايت بيسيز زادت ولا قلت؟ زادت جدا اكثر من 100,000، تلاقي مثلا مليون 200 مليون، ارقام فظيعه جدا. طب زادت جدا، هي لو زادت زياده بسيطه مثلا هي النورمال بتاعها من 4000 ل 11000، هل اي زياده بقت لوكيميا؟ من 4000 ل 11000 لو مثلا بقت 13000 ده مثلا واحد عنده ابندكس منتهى ابندسايتس تبقى 13000 14000، واحد عنده شويه تونسولايتس او اي حاجه صغيره هتزودها كده. طب لو بقى زادت الزياده العنيفه جدا 100,000 فما فوق بقت نص مليون مليون، دي على طول مكبر في لوكيميا. احنا مش خاصه بالعدد بس، هي خليه كتير بس يهمني بقى عشان اشخص لوكيميا لازم المعمل اصلا هو بيشخص ده. انت كلينيك اللي بتقول ده عنده لوكيميا ما تعرفش نوعها ايه، المعمل هو اللي يشوف الخلايا يقول لك دي بلاست سيلز مايلو بلاست ولينفو بلاست عشان يشوف النوع بالظبط صح؟ يبقى الخلايا زادت جدا كلها بلاست سيلز. طب البلاست دي نوعين، احنا قلنا احنا بنتكلم عن نوعين مع بعض، مايلو بلاست و لو كانت الخلايا مايلو بلاست يبقى هي اكيوت مايلو بلاست لوكيميا، لو كانت لينفو بلاست يبقى اكيوت لينفو بلاست صح ولا لا؟ هل احنا نورمال ما عندناش في البلاد بلاست سيلز؟ هو في بس قليل جدا حوالي 3% كميه ولا، لكن هنا زادت جدا بقى معظم الدم مليان بلاستات. يبقى رقم واحد السي بي سي سهله جدا، الار بيس قلت والبليت اتقلت والار بيس زادت، حصل حاجه اسمها ايه؟ قلنا ايه؟ مليان الريفيشن مليان بلاستات. رقم اثنين على مستوى البون ماو يحصل ايه؟ الطبيعي ان البون ماو في بلاست سيلز ما فيهوش، مش كده كده احنا عشان نصنع كالميرو بلاست في النهايه بتتحول لنيوتروفيل كده كده عندنا ميرو بلاست، بس معظمها بيتحول على طول ما بتقعدش ميرو بلاست، فكميه البلاستات في البون ماو اقل من 5% كميه قليله. هنا هلاقي لو لقيت اكتر من 20% بلاست سيلز يبقى ليه لوكيميا، يبقى البون ماو ولا ايه؟ انا سامع صوت لو اكتر من 20% بلاست سيلز سواء ميرو بلاست او ليمفو بلاست ده انديكيتد اكيوت لوكيميا. صعب الكلام ده؟
طب اخر حاجه ميتابوليك الاقي يوريك اسيد عامل قليل عادي صح وبوتاسيوم عالي والصوديوم دايلوشن عالي صح والفوسفور ساعات عالي كمان عشان التيومر نايس الصوديوم. طب ايه كمان في الانفستيجيشن بشيك على العيان ده مش هو حصل له اوجن انفلتيشن في كل مكان صح بطمن على الاوجن تعالى على الاوجن مهمه على البين هعمل ايه سي تي اكسبكشن على الراس بعمل ايه او اس جي على الراس بعمل شيست اكسي وسي تي شيست ليفر فانكشن تيست ومينر فانكشن تيست بطمن على الاوجن الحاجات الفايتال اللي بتموت بعمل ايه على البين بعمل ايه سي تي عشان من جايز والحاجات دي سي تي وسي اس اكسبكشن وبعدين على الراس اي سي جي وعلى الليفر فانكشن تيست والكدني رينال فانكشن بطمن على الاوجن ما هو لو حصل هنا الفيلم ممكن يموت لو حصل من جاز ممكن موت قبل اللوكيميا فانا بشيك عليهم ده حاجه منطقيه جدا صعب الكلام ده يبقى لنا رقم واحد نعمل بلاد انفستيجيشن سي بي سي او رقم اثنين نعمل بون مارو اكزامينشن او رقم ثلاثه قلنا احنا حاجات ميتابوليك سهله جدا اخر حاجه بنشيك على الجسم كله. طب نعالج ازاي اللوكيميا احنا قلنا قصه اللوكيميا ايه ان بلد معينه زي اسرائيل مثلا كان الاول بلد حلوه جدا البوم الاول كان صالح جدا كان بيصنع ار بي سيز وايت بيسيز وبليت كان بيصنع الحاجات اللي احنا محتاجينها كان زي دوله زي فلسطين كانت دوله جميله وما بتضرش حد وبتورد الناس حاجات حلوه لما احتلت بقى كلها سلاح وبتضرب في اللي حواليها ده اللي حصل ان الهجوم هو تم احتلال من الراسطه فاتملى بص سيرز مش هو الواحد بدا يهاجم الدول اللي حواليه صح ولا عاوزين نعالج نعمل ايه اديتني ازاي نعالج اللوكيميا الاكيوت لوكيميا احنا قلنا اكيوت ليمفوبلاستيك او اكيوت ميلوبلاستيك هنعالج الاثنين مع بعض بنعالج زي رقم واحد جنرال تريتمنت او كمان دي كيمو سيجا او سايتوكسيك ثيرابي احنا مشكلتنا البون مارو مليان خلايا سرطانيه مليان مالجنانت سيلز فالمفروض ان احنا نضرب الخارج نضربها ازاي بالادويه اسمها سايتوكسيك ثيرابي او كيمو سيجا هتموت الخلايا السرطانيه حاجه حلوه جدا بس لما ندي الكيمو سيجا هل الكيمو سيجا هيموت الخلايا المالجنانت بس دلوقتي ايه المالجنانت الكيمو سيجا زي ما موت الخلايا المالجنانت الخلايا الفظيعه دي مش قادر يموت الغلبانه النورمال دي اللي بتصنع ار بي سيز واللي بتصنع مش بتلاقي الطفل خد الكيمو سيرفي شعر وقع وضوافره بتقطع صح ولا لا ليه؟ لان الخلايا النورمال حتى العيان ده دلوقتي عنده لوكيميا يعني لابس قليله جدا فعنده انيميا والواد بيس مش شغاله فعنده انفكشن صح ولا انفكشن والبيت مش موجوده فعنده هيموت لو انا بدات على طول بكيمو سيرفي هيعمل ايه؟ هيموت الخلايا المالجنت ماشي بس هيموت معاها الثانيه صح ولا لا؟ فالابيس هتقل اكتر والبيتا هتقل اكتر فهيزيد الهيموج وهتزيد الانيميا صح ولا لا؟ فالعيان هيبقى ميت منه شوف ناس خدت الكيمو سيرب بعد ما خدوا مات من العلاج صح؟ جرعه كتير فعشان ابدا بالكيمو سيرب بالشكل ده واحد عنده فيفر وعنده هيموج وانيميا والشكل ده كده واحد بيموت ودي له كيمو سيرب اللي هو دواء ما يستحملوش الشخص النورمال صعب جدا فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل اول شويه جينرال تريتمنت يعني ايه جينرال؟ بندي شويه ادويه تحسن الحاجات دي ادي له شويه ار بي سي شويه بليت عشان اوقف اظبط الانيميا امنع الهيموج بخلي عن بتاعي يبدا يفوق شويه يبقى متين شويه عشان بعد شويه لما اهجم عليه بالكيمو سيرم يستحمل ما يموتش حد فاهم حاجه يبقى رقم واحد جنرال الجنرال ده كله حاجات سيمتوماتيك حالات بحرف الاي والبي ايه ايه هي رقم واحد بدا انالجيزك فور بين شو عنده جون بين حاجات من دي انالجيزك فور بين رقم اثنين انتي بايوتيك ليه عشان عنده فيفر فور فيفر رقم ثلاثه انتي بايوتيك ليه عشان عنده ريتان فور انفكشن صح بدي رقم اربعه البيورينول ليه بدي البيورينول؟ مش قلنا لما الملايين نفسيه بتموت بتطلع بيورين والبيورين بيتحول تلاقي مين؟ ليوريك اسيد بحاجه اسمها زانسين اوكسيديز صح؟ قلنا الالبيورينول كان بيشتغل كزانسين اوكسيديز انهبيتور فهمنا تحويل بيورين لمين؟ ما انت لو ما اديتش البيورينول وموتت الخلايا السرطانيه بالملايين راحت جاي قفلت الكدني حصل اكيوت يونال فيليور مات بالكدني قبل اللوكيميا صح؟ فعشان كان لازم ندي حاجه عشان الهايبر يبقى ده حاجات بحرف ليه قلنا على الجيزك فوربين ايه كمان انتي بايوتيك فور فيفر انتي بايوتيك فور انفكشن والبيورينول عشان مين الهايبر باسيمي او الجوتي نيفروباسي انا مش خايف من الجوتي او الفيروس والطفاي دي حاجات مورتاليتي انا خايف من الجوتي نيفروباسي لان حاجه بتعمل ثانيه مورتاليتي حاجه بتعمل مورتاليتي بتفوت. طب ايه كمان انتي بايوتيك وانتي بايوتيك وقالي ايه كمان ممكن ابني اللي عنده مش هو عنده حاجات بحرف ليه مش هو عنده انيميا مفيش ار بي سيز وعنده بليدنج صح ما احنا ادينا انتي بيوتيك عشان ما فيش وايت بي سيز واحنا قلنا ما نديله وايت بي سيز لا هتبقى انتيجينيك صح مش ينفع فهو ما عندوش ار بي سيز فهدينه من بره ار بي سيز او اديله بلاد ترانسفيوجن صح ولا لا وما عندوش بليت هديله بليت او هو البلاد هيبقى فيه بليت يبقى انت ممكن ادي كمان بلاد ترانسفيوجن او بليت ترانسفيوجن ليه عشان اصلح البلاد يصلح الانيميا والبيضه تصلح الانيميا لما عملت الجينرال تريتمنت ده
انا كده اديت انالجيزك عشان البين وانتي بايوتك ما عادش في بين ولا بقى فيبر. ولما خد او بيز وشه حمار كده وبقى حلو يعني بعد ما كنت مدوز نايم بعد ما كان نايم في السرير العيال قعد كده وبقى بيتمشى حلو وشه احمر فيه او بيزيز والهيموجلوبين في العيال فاق جدا بالجينا والبين لدرجه العيال بيفتكر نفسه خف. قالوا لك خلاص يا دكتور بقى خلاص احنا هناخد نروح وراجل خف. هو خف ولا ما خفش؟ الحاجات دي كلها حاجات ارتفيشال كده شغل صناعي كده شكليات. انت عملته ليه؟ عشان تسنده للهجمه اللي هنعملها بعد شويه. بعد شويه هنقض عليه بالكيمو سيمي فاحنا كنا بنسنده عشان يبقى مادي يستحمل معانا بس. لكن ده مش علاج ده كله بقى في حاجات عشان يستحمل اللي بعده. يبقى رقم واحد جينا يعمل لنا اربع حاجات بحرف ايه؟ انتي بيوتيك انالجيسيك اللي بيقولوا هو البي بلاد جروب. واعمل كمان ليوكو فيريسيس صح ولا لا؟ هعدي الدم على جهاز فلتر يشيل منه البلاست سيلز وارجع الدم نظيف. ليه؟ عشان ما تقعدش تعمل اسكيميك مانيفستيشن او ما تقعدش تعمل انفكشن في كل حته. هيتكون غيرها اه بس انا بعملها كده مؤقتا كباليا دي او سيمتوماتيك تريتمنت. رقم اثنين هبدا ادي بقى العلاج بقى اللي هو الكيوريتيف تريتمنت او الكيمو سيرفي. بعد ما انتهى معانا شويه بالجنرال مثلا مشينا معاك كده ثلاث اربع ايام اسبوع هبدا بالكيمو سيرفي. لو بدات بالكيمو سيرفي على طول ما تستناش انه يخف، استنى انه هيموت. يا ما ناس كان الاول قبل ما يفهموا علاج الكانسر ده كان معظم حتى المالجنس يكون ليه؟ كان المالجنس يدي كيمو سيرفي يموت او يدي ايا كان. لكن احنا الاول بنعمل كده وبعد كده نخش بالكيمو سيرفي عشان يستحمل معانا. هنعمل كيمو سيرفي ازاي؟ هنعالج ازاي؟ عندنا كذا طريقه. ايه هي؟ كذا خطوه كده. العيان دلوقتي جسمه كله مليان بلاست سيلز لوكيميك سيلز او مالجنس سيلز ملايين الخلايا السرطانيه. انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اموت الخلايا دي كلها. بعمل حاجه رقم واحد حاجه اسمها اندكشن اوف ريميجن. اسمها ايه؟ اندكشن اوف ريميجن. انا عاوز اعمل كومبليت ريميجن، عاوز اموت كل الخلايا السرطانيه. عشان اموت كل الخلايا السرطانيه هدي دواء واحد ولا كذا دواء مع بعض؟ بدي كومبينيشن سيرفي كذا دواء مع بعض عشان اقضي عليه. نفس فكره الحرب. دلوقتي انا قلت المالجنس عباره عن ايه؟ دوله محتله اسرائيل، صح ولا لا؟ مش احنا لما جينا نحارب اسرائيل حرب 73 مش هجمنا عليهم هجمه مفاجاه الحاج حسني ابو علاء عمل ايه؟ لما ال 200 طياره اللي عنده وفجاه يعني خد كل الطيارات اللي عنده استعرض كل قوته في ضربه واحده فانتصر. لكن لو واحده طياره وبعدين الثانيه كان هزم. الكيمو سيرفي انا بهجم هجمه قويه بادويه مع بعضها عشان انا انتصر على المالجنس. لو اديت دواء واحد او ان اديكوت دوز الخلايا السرطانيه بتعرف الباسوي بتاع الدواء ده. ولما تعرف الباسوي تبدا الخلايا اللي هتتكون جديده تشتغل باسوي مختلف عن الدواء بتاعك فما يستجيبش. يبقى انت بوظت العلاج. يعني هيبقى ريزيستنت للتيت وهيموت. حد فاهم حاجه؟ يبقى لازم ادي هجمه قويه جدا. يبقى رقم واحد اندكشن اوف ريميجن نفس الهجمه بتاعت حرب 73 بستعرض فيها كل القوات عشان انتصر. اندكشن اوف ريميجن عشان ننتصر على الخلايا السرطانيه لازم نستخدم كومبينيشن سيرفي. ثلاث ادويه. دواء اسمه ايه؟ دواء اسمه فينيكريستين ادريامايسين بريدنيزولون. بنلخصهم في كلمه فيب. كلمه ايه؟ فيب. فينيكريستين ادريامايسين بريدنيزولون لمده 4 ويكس لمده 4 ويكس. اربع واحد بيسال عن صاحبته اسمها كريستين. بقول له صاحبه لمايسين بقول له فينيكريستين قال انا عارف يا مايسين ادريامايسين انا عارف يا مايسين. وبريدنيزولون قلنا واحد معدي ملوش علاقه بالقصه. يبقى ثلاث ادويه. قال له فينيكريستين قال له ادريامايسين وبريدنيزولون. يبقى رقم واحد قلنا كومبينيشن ثلاث ادويه 4 ويكس. مش مهم الجرعات ما تحفظهاش بتتغير من السنه الثانيه. رقم اثنين بعد ما هجمنا الهجمه قلنا نعمل ايه؟ بعد ما عملنا اندكشن اوف ريميجن نعمل رقم اثنين نعمل حاجه اسمها كونسوليديشن سيرفي. ايه الكونسوليديشن دي؟ يعني علاج تعزيزي او علاج تاكيد. يعني ايه؟ الحاج ابو علاء لما ضرب في 73 استعرض كل القوات العسكريه انتصر على اسرائيل صح؟ بس اكيد في شويه عساكر هربوا كده عملوا حاجه اسمها الثغره. لو انتوا ناس بتقروا في التاريخ صح؟ انتوا مش بتقروا هنا هتقروا في التاريخ. شوية الجنود اللي هربوا دول اتجمعوا مع بعض في الاخر وعملوا كتيبه ورجعوا حاربوا تاني صح؟ فطبيعي واحنا بنعمل اندكشن اوف ريميجن شويه خلايا واحده هربت راحت قعدت في الاي، واحده قعدت في الجول بلادر، واحده قعدت في السبين، فالدواء مش وصل لهم كويس. لو سبتهم هيعرفوا الواد باسوي بتاعت الدواء وهيتكون خلايا سرطانيه جديده الدواء مش هيستجيب ليها وهيبقى اسوء من الاول. حد فاهم حاجه؟ فلازم اهجم هجمه ثانيه عشان القط الخلايا دي. فبعد ما هجمنا الهجمه الاولى في الحرب هجمنا هجمه ثانيه نلقط شويه الجنود اللي هربوا اسمها كونسوليشن يعني علاج تعزيزي او تاكيد. بعمله ازاي ده؟ بعمله بعد ما يتحقق الريميشن ده. بعمله ازاي؟ بنفس الادويه ونفس المده. افتر كومبليت ريميشن از اتشيف وذ سيم دراجز اند سيم ديوريشن. بستخدم نفس الادويه ونفس المده كتاكيد. هو انا اعرف ازاي اللي حصل الريميشن؟ مش احنا هدفنا اندكشن اوف ريميشن؟ الساينز اوف كومبليت ريميشن تعرف ازاي اللي حصل الريميشن اصلا؟ اللي عنده رقم واحد يحصل امبروفمنت اوف جنرال كونديشن.
حالته بصفه عامه تبدا تتحسن، يبدا بقى الفيبر تخف او بتبدا تتصنع متابله يتحسن امبروفمنت في الكونديشن. او كمان دي ان السي بي سي بتاعته طلعت عليها بلاصات ما عادش فيها بقت نورمال سي بي سي. هتقولي نورمال ازاي؟ كانت الالو كيميك والسبر كيميك كانت نورمال ولا لا؟ كانت احنا نقصد نورمال يعني كانت بعد ما كانت ابنورمال. لو هو كان الكيميا عاديه حصل لها نورماليزيشن، حد فاهم؟ يبقى رقم واحد امبروفمنت اوف جنرال كونديشن، رقم اثنين حصل نورماليزيشن في السي بي سي، رقم ثلاثه البون مارو بلاست سيل فيه قلت عن 5%. مش قلنا لو اكثر من 20 يبقى مالجنان سيلز بقى اقل من 5 بقى شخص نورمال. ماشي؟ هما مهم عشان لو قالوا كيميك او صبر كيميك هتبان بس مين؟ هما. يبقى رقم واحد اندكشن اوف انفيجن ثلاث حاجات فاب فينكريستين اديوميسين بيدزون لمده 4 اسابيع. رقم اثنين هات متعزيه ثانيه او تاجيريه عشان ناكد كونسوليشن سيب وذ سيم تايم اند ذا سيم ديوريشن. بعمله ليه؟ بس امتى؟ افتر كومبليت انفيجن اتشن بعد ما حصل انفيجن. رقم ثلاثه الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا والاكيوت ميلوبلاستيك. الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا فيها مشكله ان الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا الليمفوبلاست فيها مشكله. ايه هي؟ ان الخلايا بتاعتها بتقدر تعدي البلاد برين بارير وتعيش في السي اس اف وتعيش في البرين. الاكيوت ميلوبلاست بتاعت الشباب لا بتاعت الاطفال. الاكيوت ليمفوبلاست بتعدي البلاد برين بارير وبتروح على السي اس اف، والدواء اللي احنا استخدمناه ده ما بيعديش البلاد برين بارير. يبقى في خلايا في الاكيوت ليمفوبلاست لسه قاعده في البرين ولا لا؟ فلازم نلحقها. ما احنا حيبنا هجمه اولى يبقى انا بلقت لها هجمه تعزيه وشويه دول هيرج بقى في قناه السويس لحقناهم. ده اللي حصل. شويه مشوا في القناه بقى في السباينال كورد في السي اس اف لازم نلحقهم. يبقى في الاكيوت ليمفوبلاستيك بعمل حاجه اسمها سي نسب وفلاكسس. بعملها في الليمفوبلاستيك ولا في مايلو؟ في الاكيوت ليمفوبلاستيك. يعني لو جالك طفل عن واحد عنده اكيوت ميلوبلاستيك تهتم بالبرين والسي نس؟ لا ما بتروحش هناك اصلا. لكن اكيوت ليمفوبلاستيك تهتم بالسي نس لانها بتعدي البلد برين بارير. فاعمل حاجه اسمها سي نسب وفلاكسس. ازاي؟ حصلت على البرين كرينيال ايراديشن اشعاع على البرين عشان يموت البليجنت سيلز وراح انجو السباينال كورد انتي كانسر دراج. راح اللي هو اسمه ميزوتريكسين اللي خدناه في البطاريه. مش قلت لك كان مشكلته المكتوبه عليها انتي كانسر؟ انا المفروض بخاف من الدواء ده. بحقنه انت بسيك يعني في السباينال كورد يمشي في السي اس اف واحط كمان ايه؟ حصلت كرينيال ايراديشن. بعمل حاجتين كرينيال ايراديشن وانتر سيكال ميزوتريكسين. يبقى احنا كده عملنا كل اللازم. قلبنا هجم مرور عن دكشور كوميشن تعزيزيه كونسوليشن ما سيبناش في السي اس اف عملنا سي ان اس في البلاكس في الكلينيك. طب ايه كمان لو انا وقفت على كده مش ممكن في يوم يحصل ريلابس او ريكونس؟ فلازم اعمل. ما احنا بعد ما قعدنا نحارب سنتين ولا ثلاثه في 73 ما سكتناش كده. رئيس السادات قال ايه؟ قال نعمل معاهده سلام عشان ما حدش يضرب فينا تاني. صح؟ فاحنا عاوزين نعمل معاهده سلام بقى مع الميجان سيل. هنعمل حاجه اسمها مينتنس تيتمنت. المينتنس بالام اللي هو مين؟ معاهده سلام. المعاهده بالام مينتنس بستخدم الرابع حرف الام برضه. ده اسمه ميركابتو بيوين وميزوتريكسيت. وقلنا مين اللي غلبان المعاهده انها من اي جنب حد فين؟ زيرون ماشي جنب اي حد. يبقى المينتنس تيتمنت ايه؟ ميركابتو بيوين ميزوتريكسيت دي معاهده لازم تفضل فتره طويله من سنتين لثلاث سنين عشان خلاص تنهي على الميركابتو خالص وما ترجعش تاني. خلصنا؟ وثاني ده علاج مين؟ مين ده علاج الاكيوت ليمفوبلاستيك اللي هو الاندكشن بيعمل لك ايه؟ طب الاكيوت ميلوبلاستيك دي عرفناها ازاي بتاعت الشباب دي الامل دي؟ نفس القصه رقم واحد جينا نفس الكلام. رقم اثنين كيمو سي بعمل ايه؟ اندكشن اوف ايميشن وبعدين كونسوليشن. دي محتاجه سينس كونفلكسس؟ لا. بعد كده مينتنس. بس الاكيوت ميلوبلاستيك ده الاندكشن اوف ايميشن بضيف له دواء غير دول. ممكن اقول بس ممكن اضيف دواء احسن. مش دي اسمها امل بتاعت الشباب ولا الصغيرين؟ الشباب. فبتخفش فعشان لازم يتعالج في مكان كويس. ولما يكون شباب كده وعاوز يتعالج عاوز يخف هيتعالج في مصر او في دوله عربيه ولا في دوله اجنبيه؟ عاوز يخف هيقول لك يا عم هبل عن العرب دول خالص هاخد جنب منهم. فالدواء اسمه ايه؟ ارابينو سايت. ارابينو سايت خدت جنب العرب كلهم. اسمه ايه الدواء؟ سايتوزين ارابينو سايت. اسمه التجاري ار سي. ار من كلمه ار يعني سي. ار سي بس احنا عاوزين اسم علمي سايتوزين ارابينو سايت. ازاي الادويه الثانيه؟ دي الاندكشن والكونسوليشن نفس الطريقه. مش هعمل هنا سينس بروفلاكسس ما بتروحش البين. واخر حاجه مين تناسيت نفس الكلام. وممكن الامل ده يعمل بوم ماو ترانسبلانتيشن بتاعت الشباب دي. ممكن يعمل بوم ماو ترانسبلانتيشن بس بحاجه صعبه شويه عشان محتاج دونر يجيله بوم ماو وعربيه ما تنجحش بسهوله ولازم يكون سنه صغير عشان يستحمل الاميونو سبريس الدرجه اللي بعد مين البوم ماو ترانسبلانتيشن. يعني هو بيعمله هو عمليه بتنجح ترانسبلانتيشن بينجح بس بعدها الاميونو سبريس الدرجه ممكن تموت العيان. صعب الكلام ده؟ ممكن اسمع الاكيوت ليوكيميا
قولي الديفينيشن بقى، انا سرعت فيها شويه عشان نجلس. بس يعني الديفينيشن قولي ايه؟ مالجنة بوريفيشن وقيمة سوايد بيزباي من زبون موزين بوزين في البيفر براد اندين بي اصدر تشكو. قلنا الاثيولوجي مش مالاش دعوه بيه، لكن انت البكشر قلنا رقم واحد الناس اللي بصت بالكتاب رقم واحد في المنظوريه رقم اثنين رقم ثلاثه ميتابوليك رقم واحد بون موفري. حصل في البون موفري؟ لا قلت رقم واحد على مستوى الرئيس قالت حصل على مستوى البريد قالت يا جماعه حصل بين او بين يحصل ايه مش فين؟ قلنا رقم واحد هيموش رقم اثنين ونقول انا هيموش رقم ثلاثه الاستاتس البين كم جاي هيموش وكمان وكمان عرفت هيموش هو من وين. رقم ثلاثة الوايت بيزادت جدا بس كلها خلايا ماتيو فيحصل ايه؟ كومن سايت يحصل سكين ماوس السود لانج جي اي تي كلينا لابس. طب بعد كده الكومن اورجانيزم جنب بص بستاف وستاف جنب نكتب سيلومنس كلوريد فانجل وبايا. خلصنا رقم اثنين حصل اورجان انفلتريشن. اهم ثلاثة يعني كان لوبس دي كان ضروري او ضروري نبدا نبص قلنا انت لو استنى يحصل في مين رقم اثنين عنده تندر بون او تندر ستانوم عنده بون فين بس ولا اشكال فيها. رقم ثلاثة عنده بس مين باقي الاوجن حصل فيها انفكشن سهله ما فيهاش حاجه. رقم ثلاثة حصل ميتابوليك. ايه ميتابوليك؟ عنده شويه عنده شويه هايبر. طب ايه كمان ممكن كمان كالسيوم ممكن يزيد شويه. رقم ثلاثة ايه كمان؟ ايه الانفستيجيشن؟ رقم واحد سي بي سي رقم اثنين سي بي سي رقم اثنين رقم ثلاثة الواي دي زادت جدا ملايين اكثر من 100000 يا اما لو كانت مايورو بلاست بلي اسمها اكيوت مايورو بلاست لوكيميا لو كانت ليمفو بلاست على اسم كل لوكيميا باسم الخلايا بتاعتها وبلاست يعني اكيوت. في ناس عمال تلعب في الشنطه بالكوسي وجنبها. طب بقى ده البون ماو قلنا عامل ايه؟ بون ماو لو اكثر من 20% بس ده يبقى ان كده اكيوت لوكيميا يا مان صح؟ طب بعد كده قلنا الميتابوليك نعمل ايه؟ عنده يوريك اسيد عالي بيتسم عالي بيتسم عالي بيتسم عالي حشائك العين كله هعمل على البين اللي هو بقى اورجن الفايت ده سي تي وليفر وجاي جي. على البين هعمل ايه؟ سي تي على الليفر سي تي 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 رقم واحد جينا أربعة كونسوليشن سيرفيس افضل كومبليت ايميجن از اتشيف. هعرف ازاي ان حصل كومبليت ايميجن؟ رقم اثنين نورماليزيشن للسي بي سي والبول ماو هنا ب 5%. رقم ثلاثه سيلس بروجريسس حصل في السيلس نعمله ازاي؟ ما احنا هنعمل كده وهننام على المخده ان شاء الله ما نصحى شويه. كان الريديشن وانت سيكل بيستنس اخر حاجه مينتنس حاجات بحرف البي من كابتن يورين ميزيتو اكسيل بين الريموت من 3 سنين صح؟ طب بعد كده الاكيد مايل بلاستيك نفسي علاج بس الخلاف ان مفيش سيلس ورايت على الفورمه الدول العربيه بس مهم صحيح ما اسموش ار ال سي اسمه بجاري اسمه علمي سايتوزين ارابين صعب الكلام ده. ايه السايد افكت اوف كيمو اوف دايت؟ ايه السايد افكت بتاعت الكيمو ثيرابي؟ انه بيعمل ايه؟ بيكسر خلايا كتير فبيعمل كوموفيليا وبيكسر خلايا كتير فبيعمل برضه هايبر يوسيميا تاني وهايبر كريميا تشوفوا بس الشدود ده وجاوت اللي فوق نفس الحاجات اللي حصلت طبعا. حد فاهم حاجه؟ صعبة ولا سهلة؟ ماشي. دي لأكيد لوكيميا. طب لكونيك لوكيميا احنا قلنا عندنا اثنين شرونيك لوكيميا. مين هم الاثنين الشرونيك لوكيميا؟ قلنا حاجة اسمها كونيك مايرود لوكيميا دي بتاعت الكبار ولا بيجي ليش؟ البنات.
على فكرة الايج مهم في اللوكيميا، لان لما تيجي تقيس في الامتحان انت اول حاجة بتبص عليها في الايج. سن يقول لك بقى عنده 70 سنة دماغ كل السيل، وبعد كده تكمل بقى جزء الداتا بتاعت الكيس هتلاقيها اشمعنى كده. طب والاخيرة اسمها ايه؟ سيل ليفل. السيل ليفل كونيك بايولوجي عبارة عن ايه كديفينيشن؟ بالك من انت بوليفيشن اللي هي مين بقى الخلايا؟ الفرق بس في الكلمه مالك من انت بوليفيشن او اماتور اللي هي مايلو سايد، محلولنا كوني يبقى سايد اكيوت بلس. طب دي كانت اقل من الثانيه صح؟ كان الاونس بتاعها جدول والكوس بتاعها ستوك كانت خفيفه بتموت العيان في لونج تايم، يعني ممكن العيان يعيش بيها من 5 ل 10 سنين وهو مش متشخص او حتى هو بتعاني، يعني بيرن شويه هاديه شويه عن الاكيو صح. طب ايه اللي كانت البرزنتيشن بتاعها؟ بما ان دي كونيك فالميروسايت كان حجمها اصغر من الراس، مش الراس كان كده والسايت كان كده صح، وبعد كده ماتيو كان صغير خالص. كون دي في النص ما بين الاثنين ميروسايت، اولا هي ماتيو شويه فمش هتقفل جوه بسرعه، مش هتعمل كومبريشن بسرعه، فالمرض مش سيفير. يعني الانيميا تبقى مايلد ولا لا؟ والثرومبوسايتوبينيا مايلد، والانفكشن برضه مش عالي حتى شعب حاجه، والانفلتريشن حتى مش قوي، ومفيش ليوكوستوز، مفيش انفلتريشن شديد وهكذا. فدي معناها ان هي زي اللي هناك بالظبط زي الاكيوت لوكيميا، بس كل حاجه بقت مايلد لدرجه انها عشان مايلد ممكن في الاول تبقى اسيمبتوماتيك وديسكفرد اكسيدنتلي صح ولا لا؟ لكن الثانيه كانت اكيوت طفل في خلال 3 4 ايام وقع بقى عنده سيفير بالوفيجا وهيموش فوق وعمالين صح ولا لا؟ لكن دي كل حاجه فيها مايلد عشان هي مايلد رقم واحد ممكن تكون اسيمبتوماتيك وبالتالي ديسكفر accidentally on routine CBC. هو بيعمل روتين سي بي سي. كان في حد في بلد يعمل كده، حد متخرج من كليه الطب وفرحان مبسوط فتح معمل وجاب اجهزه التحاليل كلها، عاوز جود مورنينج عاوز يجرب جهاز التحاليل بتاع السي بي سي. فاعمل لنفسه خد عينه سي بي سي، بص فلانه لقاها مليانه مايلوسايت وطلع فعلا الكلمه، ما كملش شهر حصل بس. فمعنى ذلك ممكن يكون اسيمبتوماتيك. يبقى رقم واحد اسيمبتوماتيك ديسكفر اكسيد باي سي بي سي. رقم اثنين لو عملت كلينيكال بيكشر تعمل ايه؟ ما هي زي اللي فات، ما هي خلايا جنرال بون مور بس كل حاجه بقت مايل صح؟ يعني حصل بون مور فيلير، هكتب عنده انيما بس مايل وعنده كلينيك بس مايل، حد فاهم؟ رقم اثنين اورج انفلتيشن نفس الكلام، ما فيش خلاف هي واحده نفس الاسكامبر اللي قلت هناك اقوله هنا. هزود بس حاجه ان دي بتركز شويه على السبلين. السبينو ميجل هنا واضح شويه، هتقول لي طب ما هناك اللي هناك سيفير اكتر، ليه ما حصلش هناك سبينو ميجل؟ حصل ولا ما حصلش هناك؟ حصل بس ما لحقش يكبر قوي، اصل المرض هناك افيو صح؟ حصل بسرعه فما لحقش السبينو يكبر، يا الطفل يتعالج ويتم بسرعه يا الطفل يحصل له لسه صح ولا لا؟ فما لحقش السبينو يكبر، لكن هنا المرض يكون قاعد في 5 10 سنين السبينو ياخد وقت، ممكن يبقى هيوج سبينو، حد فاهم حاجه؟ يبقى حصل السبينو ميجل ممكن يبقى هيوج سبينو. لما السبين يكبر قوي يشتكي من العيان ده في البرزنتيشن بقى زياده، لما السبين يكبر يعمل ايه؟ قلنا اللي عنده سبين ميجري بيشتكي من ايه؟ خدناها في البطل هايبر تنشن. رقم واحد رقم اثنين يقلب ستايل، ممكن الهايبر من يقلب ايه؟ يشتكي سبين ايه؟ ما هو لما كبر بيفرع على السب كابسول الكامله، مش بس كده ممكن يحصل سبين انفكشن ولا لا؟ مش الميروسايت ممكن تقفل الكامله بتاعت السبين فتعمل سبينك انفكشن تعمل سبين لايتس، ولو حصل سبين لايتس يحصل اكستنشن كمان واسمع عليه صح؟ ما ده كل اللي قلناه. ايه كمان؟ لما يكون عنده كل شويه مايلوسايت تقفل كابيلا صغيره جوه السبلين وكل شويه يحصل مين؟ انفكشن في حته. انفكشن هيخلي الوول بتاع السبلين سموث كده ولا ايريجولار؟ هيخليه بالشكل ده كده في مالتيبل سبلينك نوتشز. اللي عنده كونيك مايلوكيميا ممكن يلاقي عنده حاجه من الاثنين. ممكن الاقي حصل انفلتريشن في السبلين بالمالجنت سيل راحت قافله النوتش، ما عادش في نوتش ابسنت نوتش لو حصل انفلتريشن بالمالجنت سيل. وممكن الاقي ان حصل مالتيبل انفكشن فبقى عنده مالتيبل نوتشز. حد فاهم حاجه؟ ممكن يبقى ابسنت يعني مش نوتش واحد، لا يا ابسنت مش موجود خالص يا موجود كتير. ابسنت لو حصل انفلتريشن والحته دي اتقفلت مالت اوجينيك سيلز، يا مالتيبل سبلينك نوتشز لو حصل مالتيبل سبلينك انفكشن صح ولا لا؟ طب ايه كمان؟ الطبيعي السبين بتاعنا بيكبر في الليفت ولا الرايت سبليك في الصبح؟ بيفكر بيكبر في الرايت الليفت فوسط السبين بيمشي في الاتجاه ده كده. قلنا ليه؟ عشان في ليجن بيشدوا على الناحيه دي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ صباح الفل علينا كلنا، امتحاننا بعد شهر اسمه فينيكو
كوليك ليجامنت صح؟ هو اللي بشد الاسمين في الاتجاه ده. انا عندي الاسمين عند الروس شويه كده يخش ولا بنفس الاتجاه ينزل يا جماعه ينزل نفس الاتجاه ينزل في الليفت اللي يخش ما يروحش الرايت. ليه؟ الطبيعي الاسمين يتشد من الليجامنت اللي عنده لوكيميا. اللوكيميا بتعمل انفلتريشن للليجامنت قطع الليجامنت فالاسمين بيتقلوا يروح نازل في الليفت اللي يخش عشان الليجامنت انفلتريتد وعشان بقى هيوج هاي ويت فبيقع كده. حد فاهم حاجه؟ ساعات يقول لك ايه الكريتيريا اوف مالجنت سبليه؟ ايه الكريتيريا بتاعتي؟ انه رقم واحد بالسن في الليفت اللي يخص عشان الليفت انفلتريت ده. رقم اثنين عنده ابسنت لونج او مالتيبل لونج. رقم ثلاثه اللي عنده بقى عنده حاجه اسمها بيتنج سبليه. خدتها في العمل بتدوس على بطن العيان كده نص الايد على السبليه نفسه وبعدين تشيل ايدك وتحاول وتملس على السبليه تلاقي في ديبريشن حته كده مكان الدوسه اسمها ايه؟ اسمها البيتنج سبلين بيسموها مفتي ساين صح ولا لا؟ يبقى انا عامل ايه في السبلين من الاول؟ قلت عنده لاجنج بين في الليفت هايبوكونديا او عنده ستيتشنج بين قلب سبلينك صح؟ ايه كمان؟ قلنا عنده مالتيبل سبلينك انفكشن او مالتيبل سبلينك نوتشز او ابسنت نوتش. طب ايه كمان؟ لما حصل انفلتريشن للليجمنت السن في الليفت اريا كروس والسبين ده بقى بيتنج سبرين. بيتنج اسمها ايه؟ مفتي الساين. مفتي كلمه مفتي يعني مفتي الاكتشاف. مفتي الساين كان حد دكتور مصري تقريبا اللي بيتروح اسمه حاجه المفتي سماها مفتي الساين. صعب الكلام ده. لو قال لك ايه الكريتيريا في بيتنج سبرين ومريكن يبقى لكونك ما يقول لك ايه مالي بتاعت الميدل ايج الكلينيكال بيكشر اسيمبتوماتيك زي نفس الاكيوت بس كل حاجه مايلد بزود بس السبين هنا مختلف شويه لحق يكبر عامل هيوج سبين فعامل ايه؟ دراجنج بين ستيتشنج عامل سبين الكارب وينزل في نفس الليله الفرصه وفي مالتي بلينجز او ابسنت نوتش وبيتنج اسمها مفتي الساين. في حاجه صعبه؟ ها؟ حد بيقول يعني مفتي الساين؟ نو لسه ما قلتيها. ها؟ بيتنج سبين بدوس على السبين نص دقيقه واشيل دقيقه دوست على حاجه نص دقيقه وشيل تيدي احاول اجري عليها الاقي في ديبريشن اسمها مفتي الساين. انت مش مطلوب منك تتعلمها مش هيخش لك عيال سي في العملي انت مطلوب انك تعرفها. دكتور يقول لك يعني ايه مفتي ساين بس او لما تقول له مش انت بتبحث في العملي بتقول السبين يا دكتور نون بيتنج صح؟ مش بتقوله كده في الكومنت هيقول لك امتى يبقى بيتنج في الكونيك بايرن روتين اسمها مفتي ساين. طب بعد كده اورجن انفلتريشن كلام نفس الكلام اللي هناك وميتابوليك نفس الكلام اللي هناك نيجي نعمل انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن؟ هنحاول نعمل ايه؟ سي بي سي وات؟ السي بي سي عنده ايه؟ الار بي سي وايد بيسبريت الار بي زادت ولا زادت؟ مايلد وبليد مايلد كل حاجه مايلد والوايد بي سي زادت جدا صح؟ اسمها مايلوسايت ولا اسمها ايه؟ مايروسايت دي كونيك يبقى عنده زياده في المايروسايت صح؟ هل مايروسايت بس مايروسايت شويه صغيرين مايلو بلس مش طبيعي ان احنا عندنا مايلو بلس بس قليله هنا لو فينا حصلت على مستوى خط المايروسايت فنقول ما البلد ما هي مايروسايت. الاكيوت لوكيميا بتقلب كونيك ولا لا؟ اللوكيميا بتقلب ايه؟ سمعتنا مش فاهم. الاكيوت لوكيميا بتفضل اكيوت تخف يا ايهاب مفيش مش كان عندي اكيد لو كيميا ولا بكونك وانا عايش بقى الوقت مثلا مفيش وقت في ناس بقول مفيش وقت يا جماعه مفيش وقت الاكيوت يا خف يا حصل اوكي اوكي لكن الكونك الكونك مطوله معاه ممكن فجاه تزيد قوي تقلب اكيوت. حد فاهم معكوسه الدنيا في الكيميا الاكيوت بتبقى اكيوت يا خف يا امان الكونك ممكن الخلايا كان بيحصل بروفيشن على مستوى البيروسايت فجاه حصل بروفيشن على مستوى الميروبلاست فاتمنى ميلو بلاستات شديدة قوي اكيوت اتاك يموت فيها اسمها بلاستيك كرايسيس. حد فاهم حاجه؟ يبقى الوايت بيز مالها عنده ميلو سايت كتير وعنده فيو ميلو ميلو بلاست. طب يعني في ميلو بلاست قليل امتى تزيد ميلو بلاست؟ لو زادت جدا الميلو بلاست اسمها بلاستيك كرايسيس ساعتها قلبت اكيوت تتعالج زي الاكيوت بالظبط. عشان كده هو يحب يجيب الكونيك ما يحبش يجيب الاكيوت. لو جاب الكونيك انت ترجع تتكلم فيها عن مين؟ هتقول يا دكتور لو قلب البلاستيك كويس بقى اكيوت لوكيميا فانا عارف بقى اكيوت لوكيميا كمان فاعمل لها كمان انفستيجيشن. حد فاهم حاجه؟ رقم اثنين بوم ماو اكزمنيشن. البوم ماو هلاقي مليان هناك كان مليان خلايا اسمها هنا كونيك مايلو يبقى مليان مايلو سايت وفيو مايلو بلاست. طب لو اتمنى مايلو بلاست اسمها بلاست. حد فاهم حاجه؟ جميل. ايه الزياده هنا في الكونيك مايلو كام في الانفستيجيشن؟
الزيادة عندنا حاجة اسمها فيلادلفيا كروموزوم، اسمها ايه؟ فيلادلفيا كروموزوم. وعندنا ناقص حاجة اسمها ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز. الخلايا الوايت ديز النورمال، الخلايا الماتيور تقدر تصنع ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز. هنا عنده خلايا نورمال والخلايا الماتيور مش قادرة تصنع ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز. مش بقول الكالاين فوسفاتيز بس في عامة. الالكالين فوسفاتاز كان بيزيد في اللي عندهم بيليا سيرودس واي تيومر في الليفر في اي سبيسيال كوبين بليجن او اي تيومر في البون. انا بقول ليكوسيتيك، انا بقيس الالكالين فوسفاتاز جوه الليكوسايت. حد فاهم حاجه؟ فالليكوسيتيك الكالين هو اللي مش دعوه بالسيرم الكالين فوسفاتاز، بقول الليكوسيتيك الكالين هو اللي ليه الخلايا الملك مش قادره تصنعها. طب ايه فيلادلفيا كروموسوم؟ دي حاجه اكتشفوها في امريكا في حته اسمها ولايه اسمها فيلادلفيا، اسمعوا عنها. المشكله ايه اللي حصل فيه؟ احنا عندنا كروموسوم 9 وكروموسوم 22. كروموسوم 9 و22 ايه اللي حصل في الاثنين دول؟ هي اللوكيميا اصلا او الماليجنس حصلت ازاي؟ هو احنا بقسمنا ازاي ماليجنس؟ احنا عندنا دلوقتي الكروموسوم ده فيه حاجه اسمها اونكوجين. اسمها ايه؟ اونكوجين. ده اللي بيعمل اونكوجينيسيس. يعني اونكوجينيسيس يعني هو سرطاني، مش اسمها اونكولوجي علم الاول. طول ما الكروموسوم كان حلو كده كان متغطي الاونكوجين ومش شغال. لو حصل كروموسوم البريك واتكسر الكروموسوم ده ساعتها الانكوجين بقى اكسبوز، صح؟ يحصل له اكتيفيشن. ولما يبقى اكسبوز يحصل اكتيفيشن يشتغل حاجه اسمها تايروزين كايناز فيعمل اكتيفيشن للانكوجينيسيس. لما تشتغل يبدا يكون مين؟ مالجنانت سيلز. حصل لوكيميا. حد فاهم حاجه؟ عشان كده الادويه اللي كنا بنستخدمها دي بتعمل ايه؟ اغلبها انها ممكن تعمل انهيبيشن للتايروزين كايناز ده فما يزيدش مين؟ الانكوجينيز. حد فاهم حاجه؟ طيب ايه الفيلادلفيا ده؟ عندك كروموسوم 9 و22 كانوا كروموسومين عاديين كده، كل كروموسوم له شوط اب روم دور. ايه اللي حصل؟ وجدنا ان العيان ده حصل له كروموسوم البريكس كسر في كروموسوم واحد منهم اتقطع كده في حته منه اتشالت من الدم بتاعه واحد على التاني. لما حصل كده يحصل ايه؟ يا اما الحته دي حصل لها اكسبوجر فالانكوجين حصل له اكتيفيشن، يا اما الاثنين دول لما اتكونوا مع بعض حصل ما بينهم فيوجن كونوا هنا انكوجين. يا حصل اكتيفيشن عشان حصل اكسبوجر، يا اما حصل فيوجن ده عمل كون هنا اونكوجين جديد. في الحالتين سواء ده او ده حصل اونكوجينيز. يعني اونكوجينيز يعني حصل مالجنس. يعني مالجنس احنا نورمال جسمنا بيكون خلايا بس بعد فتره بتموت وتكون غيرها، بتموت وتكون غيرها، ما عندناش اكيوميليشن عشان مش عندنا تيومر، صح؟ ان الخلايا القديمه العجوزه بتموت عشان الصغيره الجديده هي اللي تعيش. فاحنا نورمال. ايه اللي بيحصل في العيان ده؟ اونكوجين. يعني حصل ايه؟ عمليه الابوبتوز. يعني ايه ابوبتوز يا جماعه؟ يعني بروجرامد سيل ديس. الطبيعي ان عندك بروجرامد سيل ديس خلايا العجوزه بتموت، يحصل ايه الانكوجينيس ده؟ رقم واحد توقف مين؟ تعمل تيرن اوف للابوبتوز. مفيش ابوبتوز، مفيش بروجرامد سيل ديس، يعني الخلايا ما بتموتش. وكمان يحصل لها ابنورمال بروليفيشن، الخلايا ما بتموتش وبتزيد. مش كده انا بكون تيومر؟ حد فاهم حاجه؟ لما اعمل ده في البلاستات ما بتموتش وبكون زياده، كده حصل مالجنس. حد فاهم حاجه؟ يبقى كلمه فيلادلفيا انا حصل ايه؟ ان حته اتقطعت من كروموسوم 22 واحد 9 حصل ترانسلوكيشن ما بين كروموسوم 9 و22، ده اكتف مين؟ عمل اكتيفيشن للانكوجين فحصل انكوجينيز فحصل مالجنس. حد فاهم حاجه؟ سموها فيلادلفيا ليه؟ اكتشفوها في ولايه اسمها فيلادلفيا. فيلادلفيا مهم جدا. في ناس عندها لوكيميا وبعد ما جالها لوكيميا ظهر عندهم الفيلادلفيا كروموسوم بوزيتيف. وفي ناس اتولدوا بالفيلادلفيا كروموسوم ده. قالوا غالبا الناس اللي عندها بوست في 90% من حالات اللوكيميا سي ام ال عندها بوست فيلادلفيا. قال اللي عنده بوست فيلادلفيا احسن من اللي ما عندوش. يعني في واحد اتولد بيه وواحد ما عندوش اصلا. قال اللي اتولد بيه احسن، اصل اتولد بفيلادلفيا ده يعني الانكوجين موجود، صح؟ يعني هيحصل مالجنس. قال ده غالبا من بدايه حياته جسمه كان متاهب لليوم اللي هيحصل فيه انكوجينيز او مالجنس. الجسم كان بيجهز نفسه ازاي هيواجه مالجنس لما تحصل. حد فاهم؟ غير ما عندوش ان الجسم اتفاجئ باللي حصل. فهنا البروتكشن اقل. حد فاهم حاجه؟ عشان كده الفيلادلفيا بص البروجنوز بتاعهم احسن من الفيلادلفيا النيجاتيف. يبقى يعني ايه فيلادلفيا كروموزوم؟ عباره عن ترانسلوكيشن بتوين كروموزوم 9 عند كروموزوم 22 بص في 90% من الحالات. فيلادلفيا بص بيتر بروجنوز ذات فيلادلفيا النيجاتيف. البص احسن منه. صح؟ يبقى الزياده في الانفستيجيشن اللي احنا قلنا مين الزياده؟ رقم واحد كروموزوم رقم واحد في الانفستيجيشن خلايا اسمها ميلوسايت وممكن تقلب بلاستيك كرايسس. وكمان
كان اتنين بيوتيزيشن ولا قلنا عندهم حاجه اسمها فيديل في الكروموزوم والليكوسيت الكروموسيت صح ولا لا؟ طب ايه كمان؟ ازاي اعالج الكيميا دي؟ ازاي اعالجهم؟ ايه الديت بتاعها؟ رقم واحد مش عارف الكيميا يعني رقم واحد رقم اثنين كونسيبت اوف ايميجن وكونسوليت كل حاجه زي ما عملنا هناك الفرق في الدواء بس الدواء اللي بيختلف مش اسمها كونيك مايلويد لوكيميا اسمها كونيك مايلويد بالام فالدواء بحرف الام في الاندكشن اوف ايميجن الدواء اسمه مايليل يعني اسمه ايه؟ بالام مايليل او اسمه العلمي بوس الفان او دواء تاني اسمه هيدروكسي يوريا الادويه دي بتعمل ايه؟ الادويه بتشتغل كتيروزين كاينيز انهبيتور مش التيروزين كاينيز ده اللي كان بيزود عمليه الانكوجينيسيس هنقفله فما يحصلش انكوجينيسيس حد فاهم؟ يبقى الخلاف في الدواء بس ان اسمها كونيك مايلويد فالدواء اسمه مايليران او بوس الفان واخوه اسمه هيدوكسيوريا بيعمل ايه؟ تيروزين كاينيز انهبيتور بس ده الخلاف الوحيد. طب الكونيك مايلويد الكيمياء دي بتتوه ما بينها وبين حاجه ثانيه في حاجه اسمها الكومويد الاكشن اسمها ايه؟ الكومويد كلمه كويد يعني شبيه باللوكيميا مش في مرض اسمه كوشن وفي كوشنويد شبه الكوشن بس مش كوشن في لوكيميا وفي لوكومويد لوكومويد يعني ايه؟ يعني واحد عنده زينه في الوايت بيس فعلا مش احنا قلنا الطبيعي كام من 4000 لكام؟ 11000 بقت 13 15000 قلنا بندسايتس ابسس تونسلايت صح؟ بقت 50000 تخاف ولا لا؟ 50000 ده مش الرقم بتاع الكيمياء بس في دكاتره بتغلط فيها سنة 2013 الدكتور في جامعة أسيوط جاله حالتين في نفس اليوم عندهم تايفويد سنة 2013 جاله حالتين الدكتور ده أستاذ جامعة في جامعة أسيوط حالتين تايفويد والحالتين الوايت بيز عالية شوية 50 60 ألف المفروض ده حاجة اسمها الكوميدي أكشن إن عندك انفكشن فالجسم بتاعنا اتعامل بطريقة أجريسيف شوية مش لما يكون عندك انفكشن بتصنع وايت بيسيس بس بتصنع في عيان طبيعي عيان بقى البول ماما بتاعه صنع كمية زيادة شوية أو ردة فعله كانت عنيفة بس عادي ما عندوش لوكيميا حتى فاهم حاجة خلايا نورمال مش بلاستار الدكتور ده لما قام في حالتين تايفويد عندهم وايت بيز عالية هما الاثنين اللي هي الكوميد قال لهم أنت عندكم إيه؟ لوكيميا وبعت الحالتين لمعهد القوام على إنهم فرق إن عندكم سرطان واحد راح معهد القوام معهد القوام اللي أرجعهم تاني على إنهم إيه؟ لوكيميا الحالتين سكتوا لا راحوا هما الاثنين رفعوا قضايا والدكتور خد خمس سنين سجن فاهم حاجة؟ يعني أخطاء زي كده ممكن توديك ورا الشمس يبقى كلمه دوبامين عشان مش تنساها انا حياتك بقول الله يعني واحد عنده انفكشن عادي بس بدل ما يكون ما بيصنع شويه يزود بس الوايت بيز شويه زود هاوي ان حصل اجريسيف ريسبونس الناس لو انت معدي كده لقيت تبان على وش وسط القص ده ممكن تهشها كده لا انت من حبك فيه جبت فشل كبير انت هدفك حلو انت بتقتل الدبانه صح ولا لا بس اجريسيف ده اللي حصل الدوبامين ده عباره عن ايه اجريسيف ريسبونس اوف بون ماما ان البومه مستجاب بزياده امتى يعني وقال حصل له انفكشن فصنع وايت بيز بزياده شويه 50000 مثلا او قال حصل له هيموليز او هيموج ايه علاقه الهيموج ما هو بيفكر الار بي سي هو اللي عنده هيموليز او هيموج بيفكر الار بي سي البومه بدا يصنع بزياده فكان متسرع متلهوي فيصنع معاه شويه مين وايت بي سي حد فاهم حاجه يبقى عباره عن اجريسيف ريسبونس اوف بومه بيحصل مع مين مع الانفكشن زي التي بي مثلا او الاثنين يحصل مع مين مع الهيموج او رقم ثلاثه مع الهيموليز او حاجه اسمها بارا مالجن صندوق الكيمياء صعبه الليكومويد متفرعه عن ازاي عن الليكيميا بقى رقم واحد الخلايا دي غالبا نوم من البلاستات رقم اتنين هنعمل حاجتين عشان افهمها عندي على السين ميل ايه هي الفاديل في الكروموزوم هنا بوست كوي نيجاتيف والليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز نو صح اشمعنى لان هنا الخلايا طبيعيه ماتيو بتعرف تصنع ليكوسيتيك هنا كانت مالجنت بتعرفش تصنع ليكوسيت كانت قليل حتى كام حاجه طيب السي ميل اخر نوع من الليكيميا اسمه ايه؟ ولما يحب يجيب كيس الليكيميا هيجيبها ازاي؟ كيس الليكيميا هيقول لك واحد عنده اصل الناس بتتلخبط بين عاده وبين لابلاستيك انيميا لانها فعلا تبوظ هيقول لك واحد عنده فيفر صح؟ عنده فيفر يعني انفكشن هرموني جاي عنده فيفر صح؟ انفكشن او ممكن ما يقولش فيفر يقول لك عنده كافر اكسبكتيشن علامات انفكشن رقم اتنين يقول لك عنده سيفير بالو يعني عنده انيميا صح ولا لا؟ ويقول لك عنده سكين بروزز وبيتيشي ومش عارف ايه مكان الحقنه فيه هم والكلام من ده اكيوموتيك باتش لكن عنده ثلاث حاجات او فيفر مفيش ار بي سيس وكمان مين؟ آه عنده كيموز او هيمويد مفيش ار بي سيس مفيش بليت وبالو يعني مفيش ار بي سيس يعني عنده انيميا صح؟ ويبدا يقول لك كمان الايج عشان يقرب لك المسافه اكتر
عاده لو هيتكلم عن السي ام ال هيركز بعد كده على السكرين. العام ده عنده بيبي سكرين وكان بالكم وكان معرفش ايه وعنده تراك الجميل قاعد يتكلم على سبيت سطرين كده وراجع عنده البيانات يبقى دي سي ام ال. احنا فاهم حاجه هتعرفها، لكن لو جاب نوع تاني هيوضحها في حاجات تانيه هقولها بعد شويه. طيب اخر نوع اسمها السي ال ال، دي بتاعت العواجيز ولا الصغيرين؟ دي بتاعت العواجيز. هتيجي لواحد يعني مثلا واحنا في انا امتحاني جاب فيه السي ال ال كان راجل عنده 75 سنه وجايب اللي بيستاهل اللوكيميا العاديه ما عرفناش انهي نوع، دخل رئيس القسم قال راجل عنده 75 سنه ومشي بس كده 75 سنه لوكيميا خلاص دي سي ال ال بتاعت العواجيز. تيجي لحد عنده 75 سنه وبينايم جدا يعيش بقى 20 سنه يعني يموت بقى على 100 سنه فهو غالبا يموت من غير اللوكيميا ولا اي حاجه ثانيه، فعشان كده ما بنعالجهاش بنسميها بيناين لوكيميا. اصلا هي لو عالجتها الكيمو سيرفي ده بيعمل موت العين وموت العين اسرع ما لو ما اتعالجهاش. الراجل ده ما عندوش حاجه، كل اللي عنده شويه ليمفوسايت عاليه شويه شويه ليمفوسايتوزس. انت لما تلاقي حد عنده ليمفوسايتوزس بتفكر ازاي؟ ايه الطبيعي اللي بيزود الليمفوسايت؟ البكتيريا ولا الفيروس؟ غالبا الفيروس انفكشن. فبتقول الله تعالى بعد اسبوعين نعمل لك سي بي سي ثاني. بعد اسبوعين لقيت الليمفوسايت بقت نورمال يبقى ده كان مين؟ لكن لقيت عنده بقى سستين ليمفوسايتوزس يفكر انها مين سي ال ال. بتقول له ان انت عنده لوكيميا هيموت من الخبر. لا ما تقولوش. تقول له انت ما فيش عندك شويه زياده في الخلايا الليمفاويه. ساعات العيان بقى يكون هو مثقف يقعد يقرا ويعمل ويزيد انتوي يا دكتور دي كانسر يا دكتور تقول له ايوه كانسر. فدي ما فيهاش اي حاجه سهله جدا، نفس الكلينيكال برزنتيشن اللي قلناها بزود نفس الكلمتين ان هي برضه غالبا اسيمبتوماتيك وديسكفرد اكسيدنتال وبتحصل اكتر في الاولد ايج. فالكلينيكال برزنتيشن نفس اللي قلناه زي الاكيوت عادي بس كل حاجه مايل من غير سبين ولا حاجه. بس اركز اكتر على كلمه اول كلمه مين؟ ليمفادينوباسي. ليمفادينوباسي ده جدا عن الراجل اللي عنده جنرالايز ليمفادينوباسي. بتشوفها كتير ناس اولد ايج وعندهم جنرالايز ليمفادينوباسي. باقي الكلينيكال برزنتيشن كله حصل بس مايل. ايه الجريدنج بتاعها؟ بيعملها جريدنج بيقسموها كده لا كذا جريد. الجريد 1 اللي عندي عنده شويه ليمفوسايتوز بس يعني على مستوى اللاب السي بي سي في شويه ليمفوسايت زايد. الجريد 2 عنده ليمفوسايتوزس ومعاها ليمفادينوباس. الجريد 3 عنده ليمفوسايتوز وجانو ميجالي زي مثلا نبات السبينو ميجالي. الجريد 4 عنده ليمفوسايتوز وعنده انيميا. ليه بقى؟ بدا الليمفوسايت تزيد تضغط على مين؟ على الار بي سيز. طب الجيل 5 بدا تضغط على كل حاجه فحصل كمان سومبو سايتوبينيا. حد فاهم حاجه؟ هذا جيل جيل واحد خفيف قوي سايتوس مش قلت هيعيش بقى 20 سنه؟ ما عاش 5 كده وخمس سنين كده لحد ما وصل للمرحله دي هنا حصل الديسبا. هنا ما عادش ار بي سيز ولا ار بي سيز والليمفوسايت بايظه فهو حصل ديسبا فقط. رقم واحد كان عنده ليمفوسايتوس بعدها معاه شويه ليمفوسايتوس بعدها وكان زي سبينو بعدها انيميا سومبو سايتوس. نفس الكلام كان انفستيجيشن هقول فيها ايه؟ السي بي سي عنده ايه؟ نفس الكلام بيتقل شويه مهم بس مين اللي زاد؟ الليمفوسايت وفيو ليمفو بلاست. لو زادت الليمفو بلاست بقى اسمها بلاستيكايز ممكن تقلب بقى كده. طبعا مستوى البول ما هو مليان مين؟ ليمفوسايت وفيو ليمفو بلاست. لو زادت الليمفوسايت بقى اسمها بلاست ممكن اخد كمان ليمف نود بايوبسي عشان مين اللي بتعمل ليمف نود بايوبسي. طيب كعلاج عالج الراجل ده ازاي؟ نفس الكلام اهم حاجه لو هعمل اندكشن اوف ايميجنج اعمل دواء اسمه ايه؟ مش اسمها كرونيك ليمفو بلاستيك لوكيميا بالهيل فالدواء حرف ليه اسمه ليكوان. اسمه ايه؟ ليكوان او اسمه العلمي كلورامبيوسيل. اسمه ليكوان او كلورامبيوسيل. صعب الكلام ده؟ صعب كده؟ اسمع اللوكيميا كلها؟ اسمع اللوكيميا كلها؟ كلها 100 ديفينيشن بالظبط يا فندم. برايمري في البول مارو سنت في السنت في الريفرال السن بيها ماشي ماشي. اسمع لوكيميا كلها؟ يعني لوكيميا تاني؟ ملك نشرة في الفيشن شو عايز تقولها تاني؟ اه لوكونيك مايو لوكيميا ايه الزيادات بتاعتها؟ لكن انت دكتور ايه؟ الاسبيتيك صح ايوه اسمه ايه؟ بص الفان او دوت تاني هيدروكسي بيشتغل بيعمل ايه؟
بيعمل ايه؟ بيعمل طيب انرجي نابض. طب الكرونيك لمفوسيت ايه الاستيجن بتاعها؟ جيد واحد ليكو زي معاه مجاني انيميا سيمو سايتوبينيا. العلاج اسمه ايه؟ السي ال ال نسمع ليها ليكو اسمه العلمي كلوان بيوسين كل ايه؟ كلوان بيوسين صعبه الكلوان ده اسمه فجاري هيك كده في الامتحان يا مدام هناخد زي وورا هو ده صحيح.